سيدي الوزيرين، سيدات والسادة النواب محترمون، طبقا للفصل 103 اسمعي تماي مورا الزلف اللون زيوك سقيم غير موقع انت كذا غي ميتانتيني اسكتي فن نوار ذاش نتباع رخذ مثل نضنبط وإديوسين دي الجدول الأعمالي سراثين اسكتي فن فعقن خي ايام ايام زوارو اعداد التراب الوطني ذا التعمير ذا التدخ ذا السياسة ندم ايام سلناين اموتين نمطون ذا التنمية المستدامة ايام سراثة انت عرما ذا تدوسي ذا مصور ذا النقل اللوجستيك أجمين يقوان أقل مادة 149 زي قسقي من غير موقع يقوان صنف في ذبراتي دوسين تديغا مس الأمين أحمد تويزي عن الفريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات. كم؟ السادة النواب، السيدات والسادة النواب، أرجو الإصغاء إلى السيد أمين المجلس تفضلوا. كما توصل مكتب المجلس من السيدين النائبين أحمد تويزي ومحمد شرورو عن فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجامعات. كما توصل مكتب المجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيدة النائبة حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 82 و94 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة. وتوصل مكتب المجلس من السيد النائب رشيد الحموني رئيس الفريق التقدم والاشتراكية وباقي أعضاء الفريق بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 34 و45 من القانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنة أو للاستعمال المهني. ومن السيد النائب عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وباقي السيدات والسادة النواب الموقعين من أعضاء المجموعة النيابية بمقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية. كما توصل مكتب المجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيد محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مادة 62 و63 و64 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية طلب مجلس النواب من 6 إلى 20 يونيو 2022 237 سؤالا شفويا، 327 سؤالا كتابيا، 195 جوابا على الأسئلة الكتابية، وتم سحب سؤال كتابي واحد. شكرا السيد رئيس. شكرا السيد الامين. بدايه نتقاداش مس الامين مس النواب مقان بلقاء كاع سقيم كاع يجند غيميت التشريعيه كاع خصنا نصوت مشروع قانون رقم 2194 يقنن السندات القرض. كما اول حضرات كم ليريغ يدمس السيسيو مسائل الطلب لتقدم غدر السادة إنيابا تحترمين سقول 126 سيد مو نظام يوغنس تو قرار وتيك انت مسخت ايد ليسن لكبر التجمع الوطني الاحرار دغم كان دي ستالتن ريت تاوسكير تسكر تنبط فدا التوز في صدر المدن غل جهه انت مسخت الوالدين محضر زو كبار الاصالات المعاصره غم كان تتويت اللي توضل الفادلين تمسخت وتيك ايد ليسن يكبر الشراكيه والاشتراكيه. حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. نبغي نشير السادة النواب المحترمين بأن السيدة الوزيرة أصرت على الحضور رغم إصابتها بوعكة على صعيد الركبة وستجيب على الأسئلة وهي جالسة، فباسمكم نتمنى لها الشفاء العاجل. السؤال عن الأول عن البناء في العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية. تفضلوا سي النائب.
تعقيب عطونا الكلمة لك نعم مزيان سيد الرئيس غير واحد تنبيه من المسائل التقنية هناك في الوقت اللي انتم كتكلموا سيد الرئيس هناك عدة ترجمات الأمازيغية والمتلقي خارج هذه القاعة هذا يعني كاين واحد الإشكال في تلقي لكن الناس ديال الريجي يضبطوا هذه المسألة هذه باش الترجمة كتبقى على حدة والكلمة ديال سيد الرئيس على حدة شكرا السؤال عن البناء في العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق تقدم الشراكيات تفضلي السيدة النائبة المحترمة رأت متخذة لمعالجة إشكالية البناء في العالم القروي وشكرا سيدة الوزيرة تفضلوا شكرا سيد الرئيس المحترم السيدات والسادة النواب المحترمين بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيدة النائبة لطرحكم هذا السؤال عندكم الحق سيدة النائبة تيصعب علينا اليوم باش نتعاملوا بنفس المعاملة وبنفس المساطير في العالم القروي والعالم الحضري فيما يخص رخص البناء وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات الموجهة مسؤولين الوكالة الحضارية والمفتشيات الجهوية مرتبطة بهذا تبسيط المساطير في تراخيص البناء في العالم القروي وهذا طبقا للمواد 34 35 36 من القانون 1290 وهذه الاجراءات هي اللي تسمح بانزال عن مساحه هكتار واحد عدم الزام المواطنين بوثائق تقنيه واداريه غير ضروريه ثم تحديد مدارات الضواوير غير المخطط بوثائق التعمير وباش نعطيكم بعض المعطيات السيده النائبه تدرس تقريبا 16000 ملف خلال السنه الاخيره 16000 ملف اللي تتهم البناء بالوسط القروي او معدل 32% من مجموع من الملفات على الصعيد الوطني 67% حظيت بالموافقه دون اللجوء الى لجنه الاستثناءات واللي تتعلق ببقع ارضيه مساحتها اقل من 1000 متر مربع 79% من الملفات التي حظيت بالموافقه تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والضواوير و 80% من طلبات الترخيص بالوسط القروي الوقت سيدة النائبة المحترمة في تعقيبكم على الجواب شكرا سيدة الوزيرة أولا كنتمنوا لك الشفاء العاجل سيدة الوزيرة فعلا سيدة الوزيرة الدورة اللي شفتوها 1058 راه الجهات ديالنا مشكورة كتقوم بواحد اللقاء التشاورية في تدبير هذا الملف ولكن كاين واحد التمييز كبير في تدبير الترخيص بالبناء في العالم القروي الغير مغطاة بوثائق التعمير بحال قرى السهول ماشي هي قرى الصحراء ماشي هي قرى الجبال مثلا تاكلفت أيتو قبلي ناور فم العنصر عندنا فوارق مجالية سيدة الوزيرة جهة تبني من الخنيفرة كتعاني من إشكالية تدبير ملفات الاستثمار بين المناطق الغير مغطاه واللي قلتي لك كتقل فعلا المساحه ديالها على كثار لان في الماده 34 مرسوم 832 فيه شروط تعجيزيه فيها ان يكون كثار واحد على 50 متر و 8 متر ونص ديال العلو 10 متر على الطريق كل دايره شروط تعجيزيه ما هي غير تسهل لنا الهجره من القرى الى المدن وغتحدنا استثمار للشباب ديالنا اللي في المناطق الجبليه اللي عندنا مواقع سياحيه جبلية ممتازة في المنتزه العالمي جيو بارك مقول سيدة الرئيسة فعلا اللجنة الإدارية المختصة اللي خصها تعتمد على واحد المبدأ المرونة لدراسة هذه المشاريع الاستثمارية تبسطوا لنا هذه المراسيم وتراجعوا هذا المرسوم هذا مهم جدا سيدة الوزيرة اللي هو مرسوم 92832 اللي من القانون 1290 متعلق بالتعمير وشكرا شكرا سيدة النائبة المحترمة هل من تعقيب إضافي تفضلوا سيد النائب المحترم عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية شكرا سيد الرئيس سيدة الوزيرة كنتمنوا لك الشفاء العاجل البناء بالعالم القروي سيدة الوزيرة والجبلي وكنسطر على المناطق الجبلية كتعرف مجموعة من الإكراهات مع غياب وثائق التعمير التي لا تتلائم مع خصوصيات هذه المناطق مما ينتج عنه حرمان الساكنة من حقهم في السكن اللائق لذلك يجب صياغة قوانين تتلائم مع هذه المناطق ونشجع الناس يعني تبقى في المناطق ديالهم ونضع الحد الهجرة يعني نحو المدن ونحاربوا البناء العشوائي وهذا المشكل السيد الوزيرة ديال البناء بالعالم القروي
يعني كيطرح في هذه المؤسسات الشرعيه منذ زمان. لذلك يعني بغينا من هذه الحكومات تكون عندها اراده سياسيه لحل هذا المشكل. وشكرا. شكرا. اغلبيه دائما اغلبيه كاينش معارضه في التعقيبات. تفضل السيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيرة كنشكرك على المجهودات الجبارة اللي كتعملي مني تعينتي في الوزارة، ولكن سيد الوزيرة عندنا إشكالات في أراضي الجموع. عندنا جماعة أيير اللي هي تابعة للإقليم الأسفي، عندها مغطية بلان دوميناجمون، ولكن أراضي الجموع بقاينا إشكالات ومخلي الناس ما كيقدرش يبنيو. هذا احنا بتعاون معكم مع وزير الداخليه خاصكم تحلوا لنا هذا الاشكال، لان اشكال قائم بالتدهيرو وحاصر الناس اللي من ذوي الحقوق. انا ما كندويش الناس اللي خارجين على اللي ماشي من ذوي الحقوق. من ذوي الحقوق الناس ما لقاوش فين يسكنوا مع والديهم، لان الداخليه دايره لهم حصار على البناء العشوائي. وشكرا سيدي الوزير. تعقيب اضافي اخر. تفضلوا السيد النائب المحترم عن فريق التجمع الوطني الاحرار. وزيرة على المجهودات اللي قمتوا بها من منذ توليكم المهمه الوزاريه، يعني عمل جبار، عمل غير منقطع النظير من خلال تصاميم التهيئه اللي قمتوا باخراجها في ظرف قياسي، كذلك واحد مجموعة ديال الدوريات من اجل تبسيط المساطير في هذا الباب. نناشدكم السيده الوزيره على العمل على اخراج وكاله الجبل والصحراء من اجل يعني تبسيط هذه المساطير وتكون الرؤيه واضحه. وشكرا. شكرا سيدنا المحترم. من تعقيب اضافي اخر سيدة الوزيرة تفضلوا للرد على التعقيبات. بقى شاش. فرحت. شكرا سيد رئيس، شكرا سيدة السادة النواب. حق هذا كما قال جاء على لسان واحد النائب المحترم، هذا الموضوع من نهار عقلنا على البرلمان هو تيطرح بنفس الطريقة. هو اللي خصو يدار، خاص اولا مؤسسه داخل المؤسسه، الوكالات الحضريه ما يمكن لهمش يتعاملوا مع العلم القروي والعلم الحضري بنفس الطريقه، وخاص بقطب. وهذا التصور اللي جايين به الجديد اللي تكلمت عليه ديك المره ديال 12 وكاله حضريه جهويه، غادي يكون قطب مخصص للدراسات، تخطيط وكذلك تدبير الملفات ديال العلم القروي باش ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات ديالهم. المساله الثانيه، حان الوقت لاعاده النظر في القوانين. ما يمكنش حنا نبقاو تنتماشاو بقانون عنده 30 سنة. بلادنا الحمد لله اللهم لك الحمد 30 عام ازدهرت، فيها مشاكل، قطاع التعمير صعيب، ولكن خصنا نعاودوا النظر وناخذوا بعين الاعتبار الواقع الحالي ديال بلادنا، وان شاء الله من هاد القوانين اللي غادي نعاودوا فيهم النظر هو هذا ديال العلم القروي، في انتظار اعاده النظر هذا النص القانوني. احنا خدامين بالدوريات وبالتبسيط وبالتحسيس، وخاصه التحسيس لان واحد المجموعه ديال الاجراءات تخاد من خلال دوريات ولكن ما تتفعلش في ارض الواقع. كاين بعض المناطق تيستعملوها ولكن مناطق اخرى واقاليم اخرى ما تياخذوهاش بعين الاعتبار. وفي هذا الاطار كاينه قافله تحسيسيه غادي تنطلق في شهر يوليوز، وغادي نشتغلوا مع المهنيين ومع المواطنين ومع التقنيين ديال الادارات باش يفهموا هاد المساطير ويبسطوهم ويفسروهم للمواطنين، ويفعلوا كذلك المساعده التقنيه والمعماريه اللي تتعطي تصاميم بالمجان للمواطنين، وهذا الشيء الناس ما عارفينوش. شكرا السيده الوزيره. سؤال موالي عن برنامج المدن الجديدة للسيدات والسادة النواب محترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة المحترمة، نسائلكم عن سياسة وزارتكم في تطوير وتنمية المدن الجديدة ضمن صورة نموذجا. شكرا سيدة الوزيرة تفضلوا. مشكورين. شكرا السي البرهومي على طرح السؤال ديالكم. كي تتعرف هذا المشروع الكبير ديال المدن الجديده تعطاتو انطلاقه في سنه 2004، والهدف منه كان هو التخفيف على المدن الكبرى والاقطاب الكبرى بخلق مدن في جوانب هذه المدن الكبرى. كاين اربعه المدن، تمسنا، شرفات،
تم صورة الخياطة لهذا المدن كاينه في مساحة ديال 4300 هكتار. إلا أن تتعرف واحد البطء حقيقي كما تتعرف، وخاصة مدينة تمنصورت اللي هي موضوع السؤال ديالكم سيد النائب. مدينة تمنصورت دارت واحد النسبة ديال 200 ألف نسمة نهار تخلقات، كان الهدف ديالها هي 200 ألف نسمة، استفدت منها لحد الساعة 75 ألف نسمة، تخصصت لها 160 هكتار ديال المرافق العمومية لحد الساعة، 61 مرفق اللي تنجز من أصل 260، كذلك تنجزات 36 ألف وحدة سكنية من أصل 40 ألف. أشنو ما أسباب هذا البطء؟ أولا تسوية العقارية، واحد المجموعة ديال هذه المدن وخاصة تمنصورت تتعرف واحد الإشكال في العقار، وفي هذا الإطار مشتغلين حاليا مع وزارة الداخلية باش نحاولوا نلقاو الحلول، وخاصة لذوي الحقوق اللي تعاني وباقي لهيها. المشكل الثاني هو غياب قطب السوق الاقتصادي. أنا ماشي ضد الفكرة ديال المدن الجديدة، ولكن باش تكون واحد الجاذبية مدينة راه ما تنخلقوهاش بورقة وستيلو، مدينة تتخلق بواحد الحيوية، وهذه الحيوية مرتبطة بالعيش وبالحياة اليومية المواطن، خاص واحد القطب الاقتصادي اللي يجعل الناس يجيو يعيشوا في هاد المناطق. كان كذلك المشكل ديال الطريق ما بين مراكش وتمنصورت، ما حدنا ما حليناش هذاك المشكل ديال النقل ما بيناتهم جوج، تيصعب على المواطنين اللي عايشين في المدينة العتيقة باش يخرجوا ويمشوا واحد المدينة ويبداو يتسناو المركوب واش كاين واش ما كاينش، والأسعار غادية وتترتفع، وهذا الشيء كله عنده تأثير، وداك الشيء علاش خصنا نحلوا هذه المشاكل في هذا الإطار. شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. تعقيب سيد النائب المحترم. شكرا السيدة الوزيرة على الصراحة والجدية المعهودة فيكم. حقيقة مدينة تمنصورت كتعيش واحد المجموعة ديال المشاكل، ومن بين هذه المشاكل السيدة الوزيرة هو وثيقة ديال التمر. مدينة تمنصورت خلقت بلا كوميسيون ادوك، الحدود الساعة جميع التجزئات كتدوز بلا كوميسيون ادوك، وهذا إشكال حقيقي. كذلك السيدة الوزيرة برنامج إقلاع، كتعرفوا أن مدينة تمنصورت سطر لها برنامج إقلاع منذ 2014، فيه مجموعة من المشاريع اللي غادي تنهض بالمدينة، ولكن للأسف مجموعة من يعني الوزارات لم يعني ما التزمتش يعني المشاريع اللي خاصها تنجزها في المدينة ديال تمنصورت، وكاين إشكالات كذلك كتعاني منها مجموعة من الأسر المرحلة السيدة الوزيرة. عندنا 3000 أسرة بنات بكروكي المؤسسات العمران، أنا كنحمل المسؤولية في هذا الشأن، هذا بنات بكروكي ما خدتش رخصة ما خدتش بلان، في حين الاتفاقية ديال الترحيل كتأكد بأن العمران كتخلص الرخصة وكتخلص بلان الجامعة. اليوم عندنا 3000 أسرة كتجي على تين بي ساكنين، ولكن كتجي من تين بي، علاش؟ ما عندناش بيرميدا بيتي، علاش؟ لأنه ما عندهمش رخصة ما عندهمش بلان. إشكال حقيقي السيدة الوزيرة، كنطلب منك يعني تصدروا شي دورية باش يتحل هذا المشكل ديال 3000 أسرة. كذلك السيدة الوزيرة لابد من نتكلم على مشكل ديال دوار دواوير، هما دوار أيتها اللي دوار الزغادنة دوار ولا تكبر اللي داخل مدينة تمنصورت. لا يعقل مدينة جديدة فيها دواوير وخصنا نديروا لهم إعادة الهيكلة، والخطير في الأمر أنه هاد الدوار ديال الأيتالي اللي استفد من إعادة الهيكلة واللي ما اكتملتش، الماء الصالح للشرب كيشرب من الماء ديال البير ديال الجمعية. والخطير في الأمر السيدة الوزيرة، وبغيتكم أنا تفتحوا تحقيق في هذا الشأن، هذا ما اكتملتش هذا الوقت. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ السادة النواب هل من تعقيب إضافي؟ إذا نمر إلى السؤال الموالي على الإجراءات المحفزة للنهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب المحترم مشكور. إذا عن منطق المراقبة والعقاب، شنا هي الإجراءات التحفيزية اللي موجدة الحكومة باش أنها تيسر الحق ديال المواطنين بالعالم القروي من حقهم الدستوري في السكن اللائق؟ سيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا سيد نائب في طرحكم لهذا السؤال. كانت واحد الدورية كي تتعرفوا 1707 اللي كانت هي اللي تتجعل المراقبة، ولكن هذه الدورية فقط جات في مرحلة انتقالية
في انتظار المصادقه والاصدار ديال النص القانوني 66/12 وفاش تصادق على جميع النصوص التنظيميه المتعلقه بهذا القانون. ولات هذيك الدوريه ما بقات عندها حتى شي قيمه قانونيه. اخر النصوص اللي صدرت بالجريده الرسميه في تاريخ 16 مايو 2022، اللي تتسمح جميع الاجراءات ديال المراقبه في عالم القروي وفي العالم الحضري. فيما يخص الاجراءات اللي بينا ناخذوا على فيما يخص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيما يخص العالم القروي خصنا نعرفوا اول حاجه اللي خصنا نعرفوا هي هاد التراخيص. ماشي خصنا نبداو نقدموها للمواطنين بحال كان شي عقوبه ولا شي اراده من طرف حكومه ولا من طرف حق قانون تصادق عليه عقوبه للمواطنين. الرخصة هي الضمانة ديال سلامات المواطنين. حنا اللي تهمنا ماشي فقط تطبيق القانون، تطبيق القانون من أجل واحد الهدف. هذا الهدف هو تنمكن من هذاك المواطن وتنطمئن عليه، لأن الرخصة تتبنى على واحد البلان، على واحد الدراسة تاع البيتون أغمي، وهي اللي تسمح هذاك المواطن يكون محمي. الهدف الثاني من هذه التراخيص هو نحافظوا على واحد الانسجام معماري داخل بلادنا. الا مشينا كلنا في العشوائيه، اشنا هو هذا الطرب اللي بينا نخلقوا جميع؟ اشنا هو هذا التصور المستقبلي اللي بينا نوضعوا جميع؟ انت الوقت تعقيب. وانتم كذلك رئيسة المنطق ديال الزجر للاسف هو اللي جدنا فيه وجبنا القوانين ديالو، ولذلك حنا في الفريق الاستقلالي تنايدوا هذه المبادره ديال انه تجديد والتعديل ديال الترسانه القانونيه، لانه اولا تتناقض وتتعارض مع الدستور، مع السمو والعلويه ديال الدستور، خصوصا الفصل 31 من الدستور اللي تنص على السكن اللائق للمواطنين. للاسف كذلك الحكومه ما عمرها دارت شي عرض سكني موجه للعالم القروي. تحجج كذلك بانه هذا الشرط ديال قطار غادي نعالجوه بالتحديد ديال يعني المدارات ديال الدواوير، فهذه مساله واقعيا انه ما فيها حتى حاجه. كذلك على مستوى يعني اعاده الهكاله اليوم بالعكس غرقات الجماعات، لانه دارت بزاف ديال الامور. مثلا زون اميناجي ما يمكنش هذوك العائلات يجتمعوا باش يديروا الهكاله ويديروا لونكيت فونسير، ولذلك فان الاوان انهم نصفوا العالم القروي، لانه كذلك وثائق التعمير تعيد انتاج نفس الفوارق القائمه. حنا تنجتهدوا باش انه نقلصوا الفوارق ما بين المدن والقرى، فاذا به هاد وثائق التعمير وكذلك هاد المراقبه وهاد طبيعه يعني المقاربه اللي تنديروها في اتجاه يعني العالم القروي في خصوص البناء خصها تبدل لتيسير هاد الحق هذا، وخصوصا انه القرويين ما عمرهم تيطلبوا شي مساعده من الدوله، انه تيجتهدوا الفلاحين تيجتهدوا باش يزرعوا المحاصيل ويأمنوا الأمن الغذائي باش يوفروا الإمكانيات باش يبنيوا السكن ديالهم لوليداتهم وكذلك الكسيبة ديالهم. وحنا عندنا انتهى الوقت السيد نايب. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد نايب محترم فريق التجمع الوطني الأحرار. شكرا السيد الرئيس المحترم، شكرا السيد الوزير المحترم. السيد الوزير سائلكم واش عندكم شي برنامج استعجالي من اجل تاهيل المراكز الكبرى في العالم القروي نظرا لضعف البنيه التحتيه اللي كاين حاليا في هذه الساعه. السيد الوزير عندنا واحد العدد ديال المراكز الكبرى في العالم القروي في جهه درعتافيلات بصفه عامه والاقليمتين غير بصفه خاصه، وتنطلبوا لكم السيد الوزير باش دير زياره الميدان وتشوف هذا الشيء بعينكم. وشكرا، نتمنوا لك الشفاء العاجل ان شاء الله وشكرا. شكراً سيد نائب محترم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ لا أحد. سيدة الوزيرة في 40 ثانية. شكراً.
شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة النواب على التعقيب ديالكم. انا تنأكد لك سيد النائب بان تنتفهم وقلتيها كرئيسة، تنعرف شنو هو الاكراه والضغوطات اللي كاين في قطاع التعمير من طرف المواطنين، ولكن عاوتاني راه ما يمكن ليناش نمشيو خارج القانون ونقولوا بان الاسباب والظروف ديال هاد الاشخاص اللي تيعانيو دور المنتخبين هو المواكبه، نفعلوا بعد هاد المساطير اللي صدقنا عليها. فيما يخص شكرا السيدة الوزيرة. سؤال موالي عن ارتفاع تكلفة ملف رخصة البناء على ساكنة العالم القروي وشبه القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيدة النائبة المحترمة، بوابة رخص تعرف عراقيل تحد من فاعليتها فيما يخص تقليص آجل تسليم الرخص وترفع من تكلفتها، فما هي إجراءاتكم الكفيلة بتخفيف هذه التكلفة، تكلفة ملفات رخصة البناء التي تثقل كاهل ساكنة العالم القروي؟ وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا سيدة النائبة على هذا السؤال. باش نوضح معكم، المهندس المعماري هو الذي تولى تحديد المعطيات التقنية الضرورية من أجل احتساب الرسوم اللي خص يدي بها المستثمر وفقا للمقتضيات ديال المادة 33 من المرسوم رقم 2-18577. ما المنصة تاع رخص فقط هي آلية ديال الرقمنة تسمح للتبسيط وتخفيف المساطير، رغم ان احنا كلنا عارفين بان راه كاين فيها واحد البوط وبان خصنا نوهو بهذا المنصه، ولكن خصنا كذلك نعاودوا النظر في واحد المجموعه ديال التقنيات باش نجعلوها اكثر فعاله. الوكالات الحضاريه تيستخلصوا الاجابات ديالهم، والجماعات كذلك. وحاليا تنشتغلوا مع وزارة الداخلية باش نشوفوا كيف جوج الحوايج. أولا نعاودوا نقلصوا من ذاك الضغط ديال المساطير في العالم القروي والترخيص في العالم القروي، دونك تبسيط المساطير في إطار دولية. ثانيا الدراسة على الإمكانيات المراجعة هذه الرسوم باش ناخذوا بعين الاعتبار جوج الاشياء، الخصوصيات ديال العالم القروي ونوعيه المشاريع كذلك، لان ما يمكنناش نستخلصوا بنفس الطريقه المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى. كاين كذلك المساعده التقنيه والمعماريه الى تفعلات، ودابا دوزنا 7 اتفاقيات يلاه تفعلات وحده في جهه بني ملال، تتسمح الدعم ديال المهندسين المعماريين الطوبوغرافيين والمكاتب الدراسات باش يتعطوا التصاميم بالمجان للمواطنين، وكذلك المواكبه في ورش البناء بالمجان من طرف المهندس المعماري. هذه سي اون غراند افونسي، ولكن راه خصها تفعل. تعالوا اخت السيده الوزيره، تفضلوا سيدنا المحترم للتعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيده الوزيره، الحاجة دائما إلى البناء قائمة سواء كان في العالم القروي أو في العالم الحضاري. هذا الإعفاء اللي تكلمت عليه في الأخير من مصاريف الملف من أجل البناء في العالم القروي لم يفعل، وضرورة مراجعة هذه المساطير بالعالم القروي مع تخصيص المناطق الجبلية بإجراءات أقل بساطة، لأن مع تطبيق الضابط العام للبناء فقد العالم القروي الانفراد بالتمييز الإيجابي وأصبح يخضع هو الآخر لضوابط صارمة. دفتر الورش، المهندس المعماري، تتبع الأشغال من طرف مكتب دراسات، مثله مثل المجال الحضاري. أصبح المواطن ملزم بالإدلاء بعقد مع المهندس المعماري يشترط توقيعه من طرف هيئة المهندسين المعماريين، إضافة إلى دفتر الورش تسلمه الهيئة مع تحديد عدد الملفات لكل مهندس معماري في الشهر. هذه القضية ديال التحديد ديالهم 10 ملفات لكل مهندس مثلا في إقليم تالودانت على سبيل المثال. هذه الإجراءات وغيرها أدى إلى ارتفاع تكلفة ملف طلب الحصول على رخصة البناء في بعض المناطق من 2000 درهم إلى أكثر من 10000 درهم. طول الأجال الذي يحصل فيها المواطن على رخصة البناء ابتداء من وضع الملف عند المهندس المعماري بحكم الحصة المحددة لهذا الأخير، خاصة في الأقاليم التي تتوفر على عدد محدود من المهندسين المعماريين. المثال ديال تارودانت 3 المهندسين في إقليم يضم 89 جماعة بين حضرية وقروية. وحتى بعد طول الانتظار قد يجابه المواطن برفض الملف، يعني عاود المسطرة عاود من جديد. وحتى بعد طول الانتظار. سيدنا المحترم توقيت، هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي.
إذا نمر إلى السؤال الموالي، القضاء على دور صفيح للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. السيدة الوزيرة، أنا بدوري نتمنى لك الشفاء. نتساءل عن التدابير المتخذة لاستكمال برنامج القضاء على أحياء الصفيح. تفضلوا السيدة الوزيرة. سيد الرئيس، شكرا سيد النائب على هذا السؤال اللي بغيت ناكد لكم. وحنا كحكومه تنعتبروا بان هذا برنامج مدن بدون صفيح اللي تعطاتو الانطلاقه في 2004 من الاولويات ديالنا. اولا لان تنرفضوا كليا باش تنميه المدن ديالنا تمشي بسرعتين، ما عندناش جوج المواطنين، عندنا مغربي واحد. وكي تيستافد المغربي بواحد التنميه خص الجميع داخل المدن ديالنا يستافدوا ولو بحقهم الدستوري ديال الحق في السكن اللائق. فلذلك كونوا على يقين بان غادي نشتغلوا في هذا الملف. وحققت الدوله ديالنا مجهود جبار في هذا الموضوع. لحد الساعه 300,000 اسره منذ 2004 لدابا اللي استفدت من برنامج مدن بدون صفيح واللي مشات اللجوء لواحد السكن لائق بها. اول حاجه خصنا نمشيو بمقاربه جديده. كليناش نبقاو غاديين على 85 مدينه كيف كنا قلنا في الاول، غادي نركزوا 70% ديال الصفيح تيتواجد ما بين الصخيرات، تميره، كرسيف، العريش، الدار البيضاء الكبرى، مراكش وسله. نركزوا بعدا على هاد 70% ونعالجوا المشكل في هاد 70%، عاد ديك الساعات نمشيو في هدف ثاني ان شاء الله. واللي قلت لكم تتمثل 70%. الحاجه الثانيه خصنا نضبطوا الاحصاء، وانتم تتعرفوا خاصه رؤساء الجامعات بان اصعب عمليه هي ضبط الاحصاء. انطلقنا في واحد المقاربه ديال استعمال الوسائل التكنولوجيا، تنستعملوا لي درون بوغ فيجي لي تيريتوار. هاد لي درون هما اللي تيسمحوا لنا اليوم نديروا واحد المواكبه تقريبا شهريه فين ما تزاد شي حاجه تنعرفوها وتندخلوها في الاحصاء. كذلك واحد السجل الوطني، وهذه اول مره تنطلق فيها شي حكومه، هو سجل وطني اللي تيضبط جميع المستفيدين على صعيد المملكه. لان ديك الساعات السيده الوزيره انتهى الوقت. سيد النائب المحترم تفضلوا للتعقيب. شكرا السيدة الوزيرة على التوضيحات والمجهودات المبذولة، إلا أنه هناك اختلالات كبيرة في بعض المناطق، وأخص بالذكر مدينة السمارة ساكنة الربيب والقايز التي تعاني الأمرين من انعدام ظروف العيش الكريم منذ أكثر من 30 سنة، والمنطقة الوحيدة التي بقيت في الأقاليم الجنوبية لا زالت تعاني من دور الصفيح. السيدة الوزيرة، يعيب على الحكومات المتعاقبة عدم الاهتمام بهذا المشكل الكبير رغم تحويل هذا المشروع إلى مشروع ملكي منذ 2015، ولهذا أملنا كبير في هذه الحكومة وفيكم السيدة الوزيرة بشكل خاص لما شاهدته أثناء زيارتك لمدينة السمارة. هذه بعض التوضيحات. الإحصاء اللي كان في 2007 كان فيه 2800 منزل وبنيت إلى حد الساعة 1800 وبقية 1000، هذا غير كافي وما هو حل المشكل، لأن العدد تضاعف بالكثير وأصبحت تقريبا كل أسرة تتوفر على 3 عائلات على الأقل. إذا لابد من بحث حلول سريعة وتوزيع المنازل التي أنجزت حتى لا تضيع. وفي الأخير أنوه بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية وعلى رأسها الجهة والسيد الوالي، السيد العامل، وكالة الجنوب، والجماعة الحضرية، والمجلس الإقليمي، وشكرا. هل من تعقيبات إضافية سادة النواب؟ تفضلوا سيد نائب محترم فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سي وطاس. السيدة الوزيرة، كنشكرك على هذا الحماس اللي عبرتي به في الكلمة ديالك ملي تكلمتي على مدن الصفيح. بغيت هنا نهضر على واحد المنطقة كنظن المغاربة كلهم كيعرفوها، اللي هي منطقة سيدي مومن، اللي فيها 20,000 ديال الأسر مازال كتعيش في مدن الصفيح، واللي كان من المقرر عبر عدة اتفاقيات توقعات أنها تنتهي في 2010. حنا دابا 12 عام من بعد 2010 ولا زال نفس السكان. نعطي بالذكر غير دوار الحاملة اللي فيها 12,000 أسرة،
لا زال ينتظر. والمشكل شنو هو؟ المشكل هو كنقولوا ما نديروا والو، راه غادي يرحلوا في 2007، راه غادي يرحلوا في 2008، راه غادي يرحلوا في 2009، حنا في 2022. داك الناس ما كيستافدوش من ما خص داك الشيء اللي خصهم يستافدوا منه كساكنه، والمشكل مازال مطروح. ثانيا بغيت نعبر على الطريقه اللي تتداول بان بها غادي نحلوا المشكل. حنا كساكن، حنا كسكان ديال المنطقه سيدي مومن اللي كنعيشوا مع السكان، كنعرفوا بان هذه القضيه، هذه الطريقه ربما ما غاديش تاتي الوكل ديالها، وبالتالي خصنا نجلسوا معكم الا كان ممكن السيده الوزيره باش نعطيكم بعض الاقتراحات اللي ممكن تسرع الوتيره ديال هذه العمليه. شكرا جزيلا سيده الوزيره. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ سي بريده تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بعد استنفاد الاهداف ديال البرامج لا ديال اعاده الاسكان ولا اعاده الايواء ولا اعاده ديال الهيكله، بات من الضروري اعتماد مقاربات جديده لحل اشكاليه السكن غير اللائق بمدينه الدار البيضاء بصفه عامه، وبعمله مقاطعه سيد البرنوصي وخاصه سيدي مومن كما جعل سيد لسان سيد النائب. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ سيده الوزيره تفضلوا نرد على التعقيبات. شكرا سيد الرئيس. سيد نائب، تنشكرك على طرح هذا الموضوع ديال السماره، وكما قلتي انا مشيت لعين المكان وزرت السماره وتنعرف مخيمات الوحده، وما يمكن لنا كمغاربه ينوهوا بالمجهودات اللي دارت في الاقاليم الجنوبيه على 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 مستوى الصفيح، ولكن سمارة اكيد فيها اشكال. الاتفاقيه الاخيره ديال 2015، تتعرف بان قبل من 2015 كانت كذلك واحد الاتفاقيه وتنجز واحد المشروع، ولكن مازال ما كمل. تنعتبر بان سمارة راه تنشتغلوا مع سيد رئيس الجهه، وتنشتغلوا مع سيد الولي والجميع وجميع النواب البرلمانيين واعيين بالمشكل، وان شاء الله تنتمناو باش في هذه الولايه الحكوميه هذا المشكل ديال مخيمات الوحده ما يبقاش في التراب ديالنا. فيما يخص سيدي مومن، لحد الساعة كانوا اتفاقيات، كانوا مبالغ مهمة مبرمجة، ولكن التنفيذ غير واقعي. اللي خصو يدار هو خص يجلس الجميع وتكون واحد الالتقائية ما بين المنتخبين وما بين الوزارة وما بين السلطات المحلية، ونقرروا واش هاد الناس غيترحلوا، واش هاد الشيء واقعي ولا ماشي واقعي. لان يمكن لي حتى انا نجي وندير واحد الاتفاقيه ونكتب لكم واحد المبلغ مالي وتنعرف بان ما عمرو غادي يتفعل. حنا تنعتبر بان ديك الساكنه ما باقيش نكذبوا عليهم ونقول لهم راه غادي نرحلوكم في الوقت اللي حنا مازال كاع ما عندنا العقار لا العمول ميل الخاص باش نرحلوهم لهذيك المنطقه. اما نديروا اعاده الهيكله، ولكن الا بغات دار اعاده الهيكله ما دارش بالمعايير السابقه، دار اعاده الهيكله اللي غادي تعطي الكهرباء للمواطنين ماشي فقط الدار الصحي. السيده الوزيره شكرا. سؤال موالي عن مآل بعض اتفاقيات الشراكه المبرمه مع مجموعة العمران للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. السؤال الآخر ديالنا إعادة هي العمرانية. رقم 6. إعادة العمرانية. عفوا سيد نائب، كاين سؤال من قبل. سؤال سادس، سؤال عن إعادة هي العمرانية ببعض المناطق للسيدات والسادة نوال المحترمين فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سي حداد. شكرا سيد رئيس. سيد رئيسة، نتمنى لك الشفاء العاجل باسم فريق التجمع الوطني الأحرار. 2014 سيدة وزيرة دارت اتفاقية إطار، كانت فيها وزارة الإسكان، كانت وزارة الداخلية والجماعات الترابية الثلاث والمبادرة الوطنية البشرية، قدر ديالها 230 مليون ديال الدرهم لواحد المنطقة اللي ضافت إلى مدينة الدار البيضاء في سنة 2009. هو كان عيب كبير على مدينه الدار البيضاء، الجماعات ما يمكنش يتحملوا هذا الشيء، جماعه الدار البيضاء صعيب عليها ان تحمل واحد البناء اللي هو تيعرف واحد الهشاشه كبيره وانعدام البنيه التحتيه. 2014 دار اتفاقيه، 2016 تعطى انطلاقه من طرف صاحب جلاله الله ينصره. 2018 باش يتسالي الاشغال في 2018. الان مازال لم ينتهي الاشغال والمرافق باقي ما كاينش، هناك عده مشاكل تطرح في هذا الملف. يعني انه صعوبه تنفيذ الملف المشكل العقاري وعدد ديال الامور. فعلا مجهود كبير ان وزاره الاسكان دارت الان ذاك 150 مليون ديال الدرهم، فهذه الاتفاقيات مشات للمكان ديالها. الان المواطنين يتساءلون اين وصلت الاتفاقيه؟ والسؤال الاهم سيده الوزيره،
هل هناك اتفاقيات اخرى اللي خصها تكون في هذا الحي اللي مبني بالبني بالطوب وبني بالبني وبني في ظروف اخر ما نقدرش ندير الظروف اللي تبنات فيها، ولكن تقريبا الساكنه ديال 70,000 سن ساكنه. شكرا سيد الوزير. شكرا سيدنا المحترم. سيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد النائب. تيظهر لي بان تتكلم على اتفاقيه 2016 لان كانوا عده اتفاقيات، ولكن اظن تتهضر على ديال الهراوين اللي هي اتفاقيه بعملات مقاطعه مولاي رشيد واللي تقدمت قدام سيدنا في 12 فبراير 2016 واللي فيها واحد الغلاف مالي ديال 230 مليون درهم واللي تتساهم فيه الوزاره 150 مليون درهم. كان الهدف منها هو الانجاز الطرق الضروريه لفك العزله من هذه المناطق وتهيئه بعض المرافق العموميه الضروريه لاستجابه الحاجيه ديال المواطنين والمواطنات. الاكراهات انت تعرفها سيد النائب بان خص يتهدموا المباني اللي متواجده في الطرق وتحرير العقار باش نديروا فيها المرافق العموميه، وكذلك تمكنت شركه العمران واحد التقييم اولي بان 90% ديال الاشغال كملت، ولكن هاد 90% فقط في المناطق اللي تحرر فيها العقار. هو في الواقع انا اجتمعت وهذا هما من الحلول اللي درنا، اجتمعت في اطار اللجنه المركزيه مع سيد الوالي في الوزاره وشتنا هاد الاتفاقيات ديال 2016 اللي كانت توقعت امام صاحب الجلاله واللي تتعرف واحد الاشكال في التنفيذ. اولا الدراسات الاوليه كانت غير واقعيه، ثانيا ما ضموش الجماعات الترابيه، فلذلك تيتفاجئوا الجماعات الترابيه بان خصهم يديروا نزع الملكيه وما عندهمش الامكانيات، وتنعرفوا بان دوك الجماعات الترابيه صعيب عليها تحمل بحال هذه المبالغ في نزع الملكيه. وفي هذا الاطار طلبت انا من اللجنه المركزيه باش يعاودوا النظر في الدراسه، يعطيونا ارقام واقعيه وبناء على هذه الارقام غادي نوقعوا اتفاقيه ولا ملحق باتفاقيه اللي غادي يمكننا باش ننجزوا ان شاء الله هاد المشاريع المهمه اللي اعطاها سيدنا الانطلاقه. شكرا سيدة الوزيرة. سيد نائب محترم. شكرا على الاستجابة لهذه أولا لقبول كل هذا الموضوع، موضوع مهم جدا. نخاطب فيك سيدة الوزيرة، الوزيرة الرئيسة البرلمانية المحامية تجمعين كل الحس الاجتماعي كذلك، ان هذه المنطقة هي منطقة سوداء ولا ما تدخلناش في اقرب وقت سيكون عندها مشاكل كبيرة، لان لا حديقة لا نادي نسوي لا دار شباب لا ملعب لا حتى حاجة، وتبني ومبني بحديد عنده 30 متر وكاين اللي عنده 40 متر وكاين اللي عنده 50 متر وكاين اللي عنده 20 متر. يعني مشكورين السيد المدير العام للوكالة الحضارية والسيد رئيس السيد العام لمقاطعة مولاي رشيد انهم داروا اجتماع حول تسمية التهيئة وهذا مخرج اساسي لهذه العملية. شكرا لك. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ لا اظن. نمر الى السؤال الموالي، سؤال عن مآل بعض اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مجموعة العمران. السيدات السادة النواب المحترمين عن فريق استقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، السيدات والسادة النواب. إن تعثر مجموعة من المشاريع السكنية التي تدخل في إطار شراكة بين مجموعة العمران والجماعة الترابية تدعو لتساؤل عن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع السكنية. شكرا. شكرا. كلمة لكم سيدة الوزيرة تفضلوا. تتهضروا على اتفاقية ديال اللي دازت مع جماعة الصخيرات، وهذا هو الموضوع الأساسي اللي بغيتوا تكلموا عليه. هذه اتفاقية اللي توقعت في 4 مارس 2020 واللي تتهدف تعديل الاتفاقية الموقع عليها في 2008 والمتعلقة بتخصيص عقار المدينة الجديدة لتمسنا. حددت الالتزامات ديال مختلف الأطراف، ثم تتطلب مؤسسة العمران باش تبني واحد المساكن منخفضة التكلفة عددها 480 بثمن 130 ألف درهم. المستفيد غادي يساهم ب 80 ألف درهم والجماعة ب 50 ألف درهم. حصلت اليوم الدراسات التقنية والهندسية جاهزة في انتظار تحديد لائحة المستفيدين من طرف السلطة. ما يمكن لناش نطلبوا من مؤسسة العمران باش تفعل واحد اتفاقية لمستهدفة واحد الساكنة
بالخصوص واللي تم اتفاق وتبدا الاشغال وما يكونش عند هاد المستفيدين، لان غادي يدخل في عمليه اللي غادي تخسر فيها الجامعه، غتخسر العمره، غتخسر العقار، والجامعه ما غاديش توصل للهدف. هي صيفطوا المؤسسات العمره اللائحه تاع المستفيدين، راه مستعده تبدا الاشغال من غدا ان شاء الله. شكرا السيده الوزيره. تفضلوا سيدنا المحترم للتعقيب. شكرا السيد الوزيره على هذا الجواب. انا بغيت نبين لكم السيده الوزيره بان اللائحه موجوده عند السلطات المحليه، وكنا في واحد الاطار في واحد الاجتماع ما بيننا وبين السيد رئيس الدائره، ودرنا واحد المحضر داخل اداره العمران في الوقت اللي كانت الاتفاقيه جاهزه وتم التوقيع عليها. اذا فيما يخص المشكل هو ان شركات العمران خصها باش تبدا بالتنفيذ، لان مجموعه من العائلات اللي تنتظروا السيده الوزيره، الناس اللي مشردين، الناس اللي ساكنين عند العائلات ديالهم، تتلقاي في الدار عشرات الناس 12 الناس تيتناوبوا حتى على الناس السيده الوزيره. دونك هنا واحد المشكل الاجتماعي اللي احنا على يقين السيده الوزيره بانك غتاخذوه بعين الاعتبار. شكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تفضل سيدي النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، ما بدينا إلا بعدا نقول لك الله يشافيك والله يقويك على هذه المهمة اللي هي مهمة صعبة ويعني وكبيرة، ولكن الحمد لله لدينا الثقة الكاملة فيك نظرا لاش لأنه لإلمامك بالموضوع ديال التعمير يعني بجملته، وانت قلتي انه راه لابد من اعاده النظر في واحد المجموعه ديال ترسانات القوانين. انا بالاضافه غير بغيت نتدخل فيما يخص واحد الاتفاقيه، وانت تتعرفيها السيده الرئيسه، اتفاقيه جامعه تسلطانت اللي هي انت يعني من جامعه تسلطانت ومن مراكش ومن المغرب، تنعتبرك انت من مغربيه مراكشيه من تسلطانت وبرلمانيه المنطقه وشاهده فيك يعني الجديه، وهذا تنشوفوا مآل هذه الاتفاقيه اللي تسنات في 2013 وخصها تكمل في 2015 امام سيدنا، ولكن مع الاسف الشديد ان مؤسسه عمران الى يومنا هذا يلا دارت جوج دواور ما كملتهمش، بدات في واحد جوج اخرين مع واحد المشكل كبير ديال واحد الزئاف ولا دحيه اللي دارتها مؤسسه عمران، ومع الاسف الشديد ان الوضع الحار لورسيت ما دارتوش وخلات الماء العادي تيعوم على واحد الساكنه ديال واحد الجزيئه في جامعه تسلطان. ولدينا الثقه الكامله بان تتدخلين السيده الوزيره مشكوره باش تحلي هذا المشكل ان شاء الله، لانه السكان تقوا فيك وان شاء الله بناك باش تخلي وديري يد الله في هذا ان شاء الله كي تنقولوا في هذه الاتفاقيه، وبالاخص ديال لانه كاينين الدواوير اللي هي زمران ونزاله والخادير الجديد اللي كان الدوار اللي فيه 5000 6000 دار، وانت تتعرفي هذا الشيء ما كاين لاش غير مجرد انني بما انني طاني برلماني تجمعني معك يعني الحمد لله صدقه طويله وعمل وكل شيء، وهذا تنتمنى من الله انه باش الله يجازيك بخير انه تعاونينا وتعاوني هذه الساكنه ويكتب لك الله الاجر ديال هذه الساكنه الى حلتي لهم المشكل. نائب محترم شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ سيده الوزيره عندكم الوقت تفضلوا. شكرا سيد النائب. انا هذا هو الجواب اللي تعطاني من طرف مؤسسات العمران بان مازال ما اتصلوا باللائحه بطريقه رسميه، يقدر كان دير واحد المحضر، ولكن واش هادوك هما المستهدفين الاخرين اللي اتفقوا عليهم داخل المجلس الجماعي؟ وفي الحقيقه رئاسه المجلس الجماعي والسلطات المحليه هما اللي خصهم يراسلوهم، وانا تنوعدكم بان غادي ندير المواكبه ديال هذا المشروع ونتاكد بان توصلنا بهذه الرساله ونفعلوا ان شاء الله. فيما يخص تسلطانت سي عبد العزيز الدريوش، كنا تنتنافسوا في واحد الوقيته ودابا بالعكس بغينا نديروا اليد في اليد ونتحملوا المسؤوليه جميعا، انتم ترابيين وانا وطنيين، باش ان شاء الله نحققوا لهذيك الساكنه اللي تتستحق منا الكثير واللي هي في جوانب مدينه مراكش وما تتستافدش لحد الساعه من واحد التنميه اللي عرفتها مدينه مراكش، ولكن هذا هو الهدف ديالنا وهذا هو الدور ديالنا وغادي نشتغلوا وتنتمناوا مستقبلا باش جميع الدراسات اللي تنتوصلوا بها محليا
تكون واقعيه، لان الاشكال الحقيقي هو فاش تنوصلوا لتفعيل الاتفاقيه تلقوا بان نقص مبالغ. دارت واحد الدراسه كوكوت مينوت طلعت هي باش تسنى اتفاقيه ونديروا بها السياسه، ولكن في ارض الواقع ما تتفعلش، ما تتفعلش لصعوبات ضبط هذيك الدراسات. فانا تنطلب منكم رؤساء الجماعات والمسؤولين المحليين باش دار دراسه دقيقه في البدايه باش هذيك الساكنه ما تيبقاش فقط الامل وتيولي الواقع ان شاء الله ديالهم تيتغير. شكرا. شكرا السيده الوزيره. نمر الى السؤال الموالي عن تاخر في اصدار تصاميم تهيئه للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي الوحده والتعادليه. تفضل السيد النائب. نعم لا هو هذا. نعم لا سيد لا ترشيب شكرا سعود تعقيب. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيرة المحترمة، إن التأخر في إحداث تصاميم التهيئة يدعو للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. ما هي الإجراءات المتخذة لتعجيب إصدار هذه التصاميم حتى تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المنشودة وتزاود اختلالات والصعوبات والإكراهات؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. سيد الوزيرة تفضلوا. لي يا سيد الرئيس واش هذا السؤال الثامن ولا التاسع؟ الثامن. الثامن. هذه كانت واحد المناقشة. الثامن كان خاطئ عند السيد النائب، احنا صححنا. شكرا سيد الرئيس، شكرا. شكرا سيد النائب على السؤال ديالكم. كل شيء تيعرف وتنأكد بأن وثيقة التعمير وثيقة استراتيجية، وثيقة اللي تتسمح لنا يكون عندنا واحد التصور استباقي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ديالنا. هذه الوثيقة هي اللي تتسمح لنا نديروا واحد لو زونينغ، نعرف شنو هو العرض السكني متنوع، يكون عندنا مرافق عموميه، يكون عندنا طرقان. وهذه التصاميم هي تصاميم اساسيه. الغريب في الامر هو تمنيات المدن ديالنا الكبرى اللي عليهم ضغط في الطلبات المعماريه ما كانوش عندهم تصاميم تهيئه. تلتزم امامكم اليوم بان في شهر يوليوز هاد التمنيات تاع المدن، رغم اللوبيات، رغم الاكراهات، رغم المحاولات ديال اسقاط هاد التصاميم تهيئه، تنفضل انا يكون تصميم تهيئه غير مرضي عليه 1000%. اللهم عمش ولا عمي، ضروري هاد الوثيقه تضع، وليست قران منزل، ليست قرآن منزل. إلى بان فيها العيب نعود فيها النظر، ولكن باش نكونوا في غياب وثائق التعمير هذه إهانة لبلادنا وإهانة للتنمية ديال بلادنا. فيما يخص البطء، واش تعرفوا بأن المعدل 6 سنوات باش نصدقوا على واحد الوثيقة اللي الحياة ديالها 10 سنوات؟ 33 متدخل، 130 توقيع، مسطرة معقدة وما فيهاش شي حاجة اللي تتجعلنا نضبطوا الأجل ديالها باستثناء لونكيت بوبليك هي اللي فيها 30 يوم، هو الاجل الوحيد اللي مضبوط من طرف القانون. وفي هذا الاطار غادي نجيبوا لكم ان شاء الله وغنحيلوا على الامانه العامه في شهر دجنبر قانون جديد. سيد النائب المحترم. سيد النائب تفضلوا للتعقيب. اولا شكرا السيدة الوزيرة على الاجابه وعلى التوضيح. بالنسبه لنا عندنا امل في كبير السيدة الوزيرة بحال اللي قالوا الاخوان، حكم رئيس الجماعة وكتعرف المعاناة اللي كيعانيوها رؤساء الجماعات، وهناك خصو يكون عندك واحد الإحساس وواحد الإلمام باش نحلوا هذه الإشكاليات. تصميم التهيئة ديال طنجة على سبيل المثال السيدة الوزيرة ثلاثة الخطرات هو كيترفض لولا التدخل الأخير ديال السيد الوالي مهيدية مشكورا على أساس إخراج ديال هذه الوثيقة ديال تصميم التهيئة من حيث الوجود، ودارت واحد الطريقة اللي هي استثنائية، هو كل تصميم ديال المقاطعة كيدار بوحده. حيث الاشكاليات اللي مطروحه هي ان كل منطقه وعندها ثقافتها وعندها خصوصيات ديالها. تصميم التهيئه هو اللي كيعطي فرص ديال التشغيل، فرص حق في السكن، فرص واحد المجموعه ديال الاشياء، هو اللي كيهيئ لنا الارضيه. تصميم التهيئه، تصميم التهيئه السيده الوزيره ما خصناش نبقاو نهضروا على الاستثمارات الكبرى، ولكن اللي كنلاحظ انا السيده الوزيره خصو يكون واحد التنسيق تام بين الوكالات الحضريه والجامعات الحضريه اللي هو الدور ديالها سلبي في تصميم التهيئه. هنا خصو يكون واحد التنسيق تام. حنايا كان رؤساء الجماعات
كنبقاو في المواجهه ديال المواطنين، وحنايا هما اللي كنمثلوا للمواطنين. الحمد لله حنا حصلنا على مجموعه ديال الاصوات صوت علينا المواطنين من اجل الدفاع على مصلحه ديال المواطنين، ما نخليوش شي واحد جهه معينه اللي كتحكم في تصاميم اعاده الهيكله. مجموعه القوانين السيده الوزيره استبشرنا خيرا. شكرا سيدي المحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب اضافي؟ لا ما كاينش تعقيب اضافي. إذا نمر للسؤال الموالي عن دعم السكن الموجه للطبقة المتوسطة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة تتمنى لك الشفاء. السؤال ديالنا ما هي الإجراءات اللي غادي تقوموا بها من أجل دعم الطبقة المتوسطة للحصول على السكن وشكرا. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد نائب على هذا السؤال، وانا متفقه معك كليا بان خاص يدار واحد العرض سكني جديد، ولكن بمقاربه جديده. تتعرف بان البرنامج ديال السكن الاجتماعي اللي اعطاه صاحب الجلاله انطلاقه في 2010 انتهى في 2020، ومكننا من انجاز 600,000 وحده سكنيه و100,000 وحده باقي في طول الانجاز في افق 2026. البرنامج الموجه للطبقه المتوسطه الذي انطلق في سنه 2013 واللي كان يعتمد على واحد المجموعه ديال التسهيلات الضريبيه ما كانش مع الاسف ناجح، وفقط التعاقد بشانه 11,000 وحده، واكيد ما تنجز حتى 1000 وحده في هذا الورش الكبير ديال الطبقه المتوسطه. تتشتغل الوزاره حاليا في اطار تشجيع الاستثمار والتجاوب مع انتظارات المواطنين بواحد البرنامج اللي غادي يضم واحد البرنامج الطبقه الاجتماعيه، الطبقه المتوسطه، والطبقة الأكثر هشاشة. ولكن ما يمكن ليش نجي ونعرضوا عليكم اليوم، لأنه خصو يخضع المشاورة والمناقشة داخل واحد الحوار جهوي وطني اللي غادي ينطلق في شهر 7، واللي غادي يمكننا باش تكون عندنا وجهات نظر ديال المهنيين وديال المواطنين من خلال المجتمع المدني. شكرا السيدة الوزيرة. تفضل السيد النائب المحترم للتعقيب. شكرا السيدة الوزيرة على المعطيات التي تفضلت بها. الطبقة الوسطى هي صمام أمان ديال أي نسيج مجتمعي، والاهتمام بها مسألة أساسية، لكن أوضاع الطبقة المتوسطة أصبحت مغرقة بزاف السيدة الوزيرة، حيث وصلت لدرجة الإنهاك بسبب غلاء الأسعار وتجميد الأجور. ولا بد لحكومتكم أن تمر إلى السرعة القصوى، وحنا بغيناكم تنجحوا، لأن النجاح ديالكم هو نجاح بلادنا. في هذا السياق خاصكم تكونوا عمليين وواقعيين باش ما تزيدش وضعيه الطبقه الوسطى تتازم اكثر. معروف ان هناك اقرار لتدابير تفضيليه لتشجيع الاستثمار لتشجيع السكن ديال الطبقه المتوسطه، لكن السؤال اللي مطروح عليكم دابا هو كيفاش غادي تحولوا الوعود الى حقيقه في ظل غلاء اسعار مواد البناء. اليوم خاصكم السيده الوزيره تاخذوا اجراءات ملموسه وتعتمدوا اليات مبتكره لدعم سكن الطبقه المتوسطه من خلال تعزيز العرض السكني وتعبئه العقار العمومي وتشجيع المنعشين الخواص على الاستثمار في هذا الصنف ديال السكن، وهذا الشيء كله من خلال اجراءات والتزامات واضحه عقاريه وجبائيه وماليه دون التفريط في مواصفات الجوده، وخاص ايضا مؤسسه العمران تلعب الدور ديالها في هذا الموضوع. شكرا السيده الوزيره، وكنتمنى لك مره ثانيه الشفاء العاجل. شكرا سيد النائب المحترم، هل من تعقيب اضافي؟ تفضل سيد النائب المحترم فريق العدالة والتنمية. أصالة، أصالة والمعاصرة. السيد الرئيس، على الأصدقاء. مرحبا. حقا شكرا السيدة الوزيرة، سمعنا بتمعن. إن في نطاق الطبقة المتوسطة والصغيرة وتجاه الاستثمارات لابد من تطبيق تصاميم تهيئة. أولا بعض الاقتراحات. يعني أولا زون طومبون في المدن العتيقة ما بين 100 و 250 متر خارج الأسوار منذ 1923، فلا بد من إيجاد حلول سريعة في هذا الشأن. ثانيا الأرتيكل 28 لا بد من الإسراع في تطبيقها عن طريق تعديل المرسوم التطبيقي الحالي من أجل إخفاء تلاعبات التماطل في بعض الوكالات الحضرية. ثالثا لا بد من تطبيق ضوية السبع التي أصدرتها الوزارة والتي رفض بعضها المدير العام للمحافظة العقارية في تعدي صارخ للحكومة. رابعا نصفق ونشد بحرارة على يد
السيدة الوزيرة التي أخرجت قانون لافينا أو النوبة في تاريخ الحكومة من أجل الاستثمارات الأجنبية عامة والشركات. خامسا والأهم من ذلك كله هو الإسراف في تسوية الوضعية العقارية لمقاولة الصغرى المتوسطة من أجل تشجيع الاستثمارات والتنمية الاقتصادية. فأنا جد متأكد بأن كنا عن طريقنا سيدة الوزيرة غادي نجحي مع الحكومة. فالمقاولين لا يمدون أيديهم للصدقة بل يطالبون الحكومة بالتبسيط وتسيء المساطر الإدارية نظرا للصعوبة الاقتصادية والغلاء الباهظ. فمحاربة البيروقراطية القاتلة هي لازم محاربة ما يمكنش تطبق الأمور. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سي البار. هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سادة النواب اللي بغيت ناكد عليها سي عبد العزيز البار كتعرف بان دايره مجهود جبار وكثر من 7 الدوريات في ظرف 7 شهور اللي خرجات باش نبسطوا المساطير ونخفوا على المستثمرين لان بلادنا في حاجه للاستثمار والاستثمار اللي قال الاستثمار ماشي الاستثمار من اجل الاستثمار، الاستثمار لان تيخلق فرص الشغل، تيخلق واحد الديناميه اقتصاديه داخل بلادنا واللي بتجعل ان شاء الله بلادنا غاديه وتتطور وتتنمى اكثر واكثر. فلذلك راه غادي نستمر لي زون طومبون جاب الله كاين السي مهدي بن سعيد المراسم ديال لي زون طومبون حنا تندخلوهم في تصاميم تهيئه على طريق قرار من وزارة الثقافة. فلذلك أنا فاش نسحب من القاعة راه عاود يجاوبك سي بن سعيد. كاين مجهود جبار تيدار حتى في مدينة طنجة وعرفت شنو هما المشاكل اللي كاينة وعرفت الإكراهات اللي كاينة، ولكن كونوا على يقين بأن المدراء ديال الوكالات الحضارية ماشي ما يمكن ليناش نعممو، ولكن أغلبيتهم ناس اللي تيشتغلوا اللي عندهم خبرة واللي عندهم رغبة باش يحسنوا الوضع، لأن حتى هما إلا دازوا هاد التصاميم التهيئة تتسهل عليهم العملية تاع الترخيص، لأن كل شيء ولا مرهوب في هاد السنوات الأخيرة في غياب وثائق التعمير. وهذا غير هادي باش نولي الإدارة ديالنا تتخاف من التوقيع. حنا بغينا الإدارة توقع وتحمل المسؤولية ولكن في إطار قوانين ووثائق مضبوطة واقعية وفعالة. شكرا سيدة الوزيرة. السؤال العاشر عن تأخر الحاصل في إخراج تصاميم تهيئة للسيدات والسادة النواب المحترمين فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيرة نسألكم عن التأخر الحاصل في إخراج تصاميم التهيئة وشكرا سيد الوزيرة. شكرا سيد الوزيرة تفضلوا. في الحقيقة كان عليا نطلب وحدة الموضوع باش نعاود نأكد لك سيد النائب. المسطرة تنطلق من دراسة من طرف الوكالة الحضارية، إما مكتب دراسات إما الوكالة الحضارية هي اللي تنطلق، من بعد تدوز لونكيت بوبليك البحث العمومي، مباشرة من بعد تتمشي لا سي تي ال لا كوميسيون لوكال اللجنة المحلية، من بعد منها تتخضع للقراءة ديال المجالس المنتخبة، عاد تطلع لا كوميسيون ناسيونال المركزيه اللي تدير التحكيم فيها، تتعاود تهبط باش ياخذوا بعين الاعتبار الملاحظات، عاد تتمشي للامانه العمل للحكومه. من الامانه العمل للحكومه خصنا نتسناو نوبتنا باش تنشر في الجريده الرسميه. هذه المسطره طويله معقده خصنا نعاودوا فيها النظر، وراه جايبين لكم نص قانوني ان شاء الله اللي غادي نعتمدوا على واحد المجموعه تاع المبادئ. اولا هاد التصاميم هي خص يكون اكثر مرونه. ثانيا خصنا نضبطوا المهله ديال المصادقه. ثالثا نمشيو في الجهويه ما خصهاش تبقى فقط شعار عندنا في بلادنا ولكن نفعلوها. وهاد التصاميم التهيئه في بلاصه ما يطلعوا للمركز غادي يولي تيتصادق عليهم بقرار على مستوى رئيس الجهه والوالي. هذا هو الدور ديال هادشي، وتنتمناو باش ان شاء الله هاد الوكالات الحضاريه اللي تنشتغلوا عليها 12 وكالات حضاريه غيولي الدور ديالهم هو هاد دور التخطيط وضبط المساطير فيما يخص تصاميم التهيئه. بلادنا راه مغطيه ب 84%. شكرا السيده الوزيره. انتهى الوقت. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيده الوزيره. نعلم جيدا سيده الوزيره انكم جئتم باجراءات مهمة تهم قطاع التعمير والإسكان وسياسة المدينة وهو ما لمسناه
خلال تقديم عرضكم امام اللجنه لمناقشه الموضوع سؤالا متعلق بالتاخر الحاصل في اخراج تصميم التهيئه، وهي مناسبة لنوه والمجهودات التي تقومون بها، بالرغم من ان قطاع التعمير يعيش مجموعه من الاكراهات والتحديات، من بينها التاخر الحاصل في اخراج تصميم التهيئه وتوثيق التعمير، التاخر في منح تراخيص البناء رغم اطلاق خدمه الرقميه في مجال التعمير، عدم تحديد المسؤوليه بين كل متدخل في اللحظه التي ينبغي ان تتحمل كل اطراف مسؤوليتها. بالنسبه لتصميم التهيئه السيد الوزير، راه يعني الاشاره نفهمناها ان تصميم التهيئه يعني كيبقى 10 سنين، وهذه زما صعيب، يعني غتراهنوا المدينه اولا المدن كامله على 10 سنين يكون واحد التقليص ديالو، وكذلك هذيك المشكل ديال لي ريغلومون هو كثار وكثر، هذاك هو الكارثه العظمى. هذا هو يعني، لانه اذا كانت تصميم التهيئه موجود راه غادي حتى البناء العشوائي وكاع هذيك اللوبيات غيتقضوا عليهم كما شاء الله والجمال ديالنا. وشكرا سيد الوزير، بارك الله فيك. شكرا سيدي المحترم، هل من تعقيب اضافي؟ كاينش. نمر الى السؤال الموالي عن تداعيات الزياده المتتاليه لاثمنه مواد البناء منذ بدايه سنه 2022 للسيدات والساده النواب المحترمين الفريق الاشتراكي. تفضلوا السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. كما تعلمنا السيده الوزيره المحترمه، منذ بدايه هذه السنه والاثمنه ديال مواد البناء في ارتفاع مهول بلغ نسبته في بعض المواد 180%، وكان لهذا الشيء تداعيات وتاثير سلبي اجتماعيا واقتصاديا. نذكر من بين هذه التاثيرات توقفت اوراش البناء وبقت الاغلبيه ديال العمال في حاله عطاله، اضطرت مقاوله البناء اللي فاز بالصفقات العموميه انها توقف وما تحترمش الالتزامات ديالها، بل انها تراجع الاسعار ديالها. كذلك حدثت نزاعات بين المهنيين والزبناء ديالهم لانهم ما قدروش يحترموا الالتزامات ديالهم، والمواطنين اللي كانوا كيأملوا يحصلوا على سكن لائق لم يتمكنوا من ذلك. نسائل كن السيدة الوزيرة المحترمة، ماذا قامت به وزارة كن أولا لتشخيص الوضع، لتتبع ومواكبة انعكاس هذا الارتفاع في الأثمنة على المشاريع والمهنيين والزبناء والمواطنين، وثانيا للتدخل من أجل التخفيف من آثار هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها القطاع الذي تدبرنه، وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. تفضلوا السيدة الوزيرة، مشكورين. السيدة النائبة على طرحكم هذا السؤال اللي هو مع الأسف هذا الواقع المر اللي تنعيش اليوم، وراكمنا الأزمات، جات أزمة كوفيد مازال ما خرجنا منها، تجد هذه الأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا، وهذا الشيء كله عنده تأثير ماشي فقط على المواد البناء بل على 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 واقع المغاربة والعيش ديال جميع المغاربة والقدرة الشرائية ديالهم. ولكن في القطاع اللي تندبر أكيد ونعطيك بعض الأثمنة، الزاج ارتفع ب 189%، النحاس ب 91%، الألومنيوم ب 51%، الكابل ديال الضوء ب 32%، الخشب 25%، الحديد 19%، وهذا الشيء اكيد غيكون عنده تاثير ومضاعفات على 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 الاسعار ديال في القطاع ديال البناء. ما يمكنليش نعطيكم ارقام وما يمكنليش نعطيكم تقرير، ومن باب المسؤوليه ما يمكنليش نجي ونزيد عليكم بارقام، لان مازال ما عندنا المساحه كافيه مع هذه الازمه باش يكون عندنا لامباكت غيال ديال الازمه. على اللي يمكن لي نعطيكم هو مؤسسه العمران كاين تاخير وكاين بطء في الاوراش كامله ديالها، ولكن مازال ما توقف حتى شي ورش، وتنتمنى باش يكون عندنا واحد الوقت كافي واحد 6 شهور باش نشوفوا الامباكت ونشوفوا كيف غادي كذلك نجاوبوا معاه. ولكن في هذا الاطار اشتغلنا مع السيد رئيس الحكومه ومطالب من السيد رئيس الحكومه وسيد وزير التجهيز على الدوريه اللي صدرت من طرف السيد رئيس الحكومه فيما يخص المقاولات اللي تتشتغل في الصفقات العموميه واللي سمحت لهذه المقاولات واحد التخفيف مهم. شكرا لكم. تفضلوا السيده النائبه المحترمه فيما تبقى من الوقت. نحن واعون على الأزمة عالمية، ولكن سيد الوزيرة في الأزمات تعرف الحكومات. التدبير اللي ذكرته ديال السيد رئيس الحكومة مشكور مهم، ولكن غير كافي ولا يرقى إلى المستوى المطلوب، لأن الأزمة في تصاعد وفي تفاقم وهذا ينذر بالانفجار، ونسأل الله أن يوفقكم في إيجاد حلول لما نعيشه من هذه الظرفية الاستثنائية. وشكرا. شكرا المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ نمر إلى السؤال الموالي.
سؤال آني عن إشكالية عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الزيادات العقارية للسيدات السادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة باسم فريق الأصالة والمعاصرة تنتمناو لك الشفاء العاجل. مع ذلك أصريتي باش تحضري في الجلسة ديال الأسئلة، وهذا دليل على أن الحكومة تعطي أهمية خاصة للمؤسسة التشريعية. سيدة الوزيرة، منذ الاستقلال الدولة أو بالأحرى وزارة السكنة وبعض الجامعات الترابية حدثت واحد المجموعة ديال التجزئات العقارية. مع الأسف إلى يومنا هذا هم مجموعة من المستفيدين اللي العدد ديالهم كتير وكتير بزاف، ما عندهمش الرسوم العقارية اللي كتثبت الملكية ديالهم. السيدة الوزيرة كتعرفي الدور ديال الرسم العقاري أو التيتر في الانتعاش الاقتصادي، في تحقيق استقرار اجتماعي، في يعني تمكين المستفيدين من الحصول على قروض إلى آخره إلى آخره. وبالتالي نسألكم السيدة الوزيرة، ماذا تنوون فعله كوزارة لحل هذه الإشكالية اللي كتعيشها المدن والمراكز ديال بلادنا؟ شكرا. شكرا سيدنا المحترم. تفضلوا سيدة الوزيرة. مشكورين. شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. ولعلمكم سيد النائب المحترم أن هذا المشكل يتعلق أساسا بمشاريع قديمة وموروثة نعمل على التسوية ديالها. تتعرف بأن المسطرة ديال هذه التسوية تخضع لواحد المذكرة ديال 25 يوليوز 2000 واللي تتوضع جوج شروط: أن يكون العقار عموميا، وأن تكون هذه التجزئة تنجزات قبل من إصدار القانون 2590. إلا كانوا هاد الشروط تتمكن السيد رئيس ولا السيدة رئيسة تاع الجماعة باش تبدأ وتنطلق في المسطرة في جانب المحافظة. ما يمكن ليش نعطيك الأرقام على الصعيد الوطني لأن هاد المعطيات مازال ما عندنا، ولكن يمكن لي نقول لك مؤسسة العمران لحد الساعة من أصل 985 عملية تمكنت العمران من صفيات 590 عملية، أي 60%، واحد النسبة ديال 60% من أصل 313 ألف رسم عقاري تمكنت المجموعة من استصدار 238 ألف رسم عقاري، أي واحد النسبة ديال 75%. ولكن متفقة معك سيد الرئيس وتنعرف الموضوع اللي جبتي لي في الجماعة ديالكم بأن واحد المجموعة الأحياء اللي تتسمى بام، ما عندها علاقة بالحزب، تتسمى بام اللي هما أحياء اللي كانوا في السبعينات والثمانينات واللي إن شاء الله غادي نخرج دورية مع المحافظة العامة وسيد وزير الفلاحة باش نشتغلوا عليهم نسويوا الوضعية العقارية، لأن الرسم العقاري هو واحد الضمان اجتماعي لهذيك الأسرة اللي ما عنده ثمن. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. سيدنا نائب محترم تفضلوا للتعقيب. شكرا السيدة الوزيرة على الجواب الصريح والمقنع. أكيد السيدة الوزيرة بأنه هناك عدة متدخلين، وأكيد أيضا أن وزارتكم عندها يعني اليوم استعداد وعندها الجرأة باش تحل هذه الإشكالية. هذه السيدة الوزيرة يمكننا نعتبر هذا المرشد اللي هو مهم مدخل من مداخل الدولة الاجتماعية، ويمكن أيضا نعتبره بأنه هذا العمل اللي غادي يدار ولا هذا الورش هذا اللي غادي يدار جبر ضرار جماعي لهذا الناس، هذو الناس البسطاء الذين ينتظرون من هذه الحكومة أن تفك لهم واحد العدد ديال المشاكل اللي تعيشوها اليوم. يعني واحد رب العائلة اللي ما عندوش الرسم العقاري راه ما تيقدرش باش يحس بالاستقرار. شكرا. الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد النائب المحترم فريق التجمع الوطني الأحرار. شكرا سيد رئيس. سيد الوزيرة، غير يعني في نفس السياق اللي تار سيد نائب، وكنطلبوا منكم التدخل ديالكم لتسويه واحد الوضعيه قانونيه ديال تجزئه الكوشه بمدينه تازه. هذه التجزئه اللي حدتها الوزاره ديالكم في الثمانينات، ولحد اليوم المستفيدين كذلك مازال ما قدوش يتوصلوا بالرسوم العقاريه ديالهم ويمكنوا يحفظوا البنايات ديالهم. فكنطلبوا، وهذا بالنسبه لهذه التجزئه فربما كاين نزاع قائم بين الوزاره ديالكم ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وبعض الخواص. فاذا كان المشكل هكا سيد الوزيره ربما كاين بين جوج ديال الوزارات، فالتجؤوا لسيد رئيس الحكومه والتحكيم وحلوا المشكل وفكوا الناس. شكرا سيد الوزيره. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا سيدنا المحترم.
فريق الأصالة والمعاصرة. السيد الرئيس، دعواتي القلبية العميقة بالشفاء العاجل لكم السيدة الوزيرة المحترمة. تعقيب الإضافي نابع من واقعيتكم في التعاطي مع مشاكل تعمير السيدة الوزيرة المحترمة، لذا ألتمس منكم بمعية السيد وزير الداخلية أنكم تسهروا على إصدار واحد المذكرة تعمم على السادة السيدات والسادة عمال الأقاليم على مجموع التراب الوطني، لتخول لهم في إطار لا تمركز الإداري أنهم يتاخذوا يشخصوا المشاكل اللي كاينة بالزيئات العقارية ويتاخذوا قرارات كفيلة بحل المشاكل اللي كتخبط فيها الزيئات العقارية بالمملكة المغربية. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة تفضلوا. شكرا سادة النواب، وانا متفقه معكم كليا. هو المعطيات اللي ناقصين احنا لحد الساعه في الوزاره هو هذا التشخيص على الصعيد الوطني، وكل حاله تتصلح وتتعالج محليا مع السلطات المحليه وفي اطار واحد الالتقائيه. هذه الالتقائيه هو المشكل الحقيقي، كاين واحد النقص في الحكامه. اليوم كاينه اراده سياسيه، غادي نديروا التشخيص وان شاء الله غادي نشتغلوا مع السيد وزير الداخليه باش نحاولوا نخلقوا ديناميه جديده ونحيدوا علينا هذا الملف بطريقه نهائيه. كيف كان مؤسسه العمران سمحات باش تحل مشاكل لواحد المجموعه ديال الجزيئات، غادي ان شاء الله في جانب المنتخبين نحلوا هذه المشاكل الاخرى. شكرا السيدة الوزيرة، نشكركم على حسن المساهمة في هذه الجلسة. مرة أخرى باسم جميع مكونات المجلس نتمنى لكم الشفاء. ننتقل للقطاع الموالي وهو الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسؤال عن المبادرات الحكومية لاستجابة بلادنا القوية للتحديات المفروضة بفعل التغيرات المناخية. للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضلوا السيد النائب المحترم. سيدة النائبة المحترمة تفضل. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيدة الوزيرة عن المبادرات الاستعجالية الحكومية لمواكبة التحديات المفروضة بفعل تغيرات المناخية. وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة، لكم الكلمة. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. فكيف ما كتعرفوا في إطار التزام المغرب القوي بأجندة المناخ الدولية، اتخذ المغرب عدة تدابير وإجراءات تندرج في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي غيبدأ الفصل الثاني ديالها جينا فيه. وفي اعتماد سياسات قطاعية طموحة للحد والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكسياسة طاقية اللي كتهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء من أصل الطاقات المتجددة تفوق 52% من المزيج الطاقي إلى أفق 2030، وهذا مثال واحد من السبعة القطاعات اللي دخلناهم في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وموازاة مع هذه الإجراءات، قامت الوزارة بإعداد المخطط الوطني للمناخ لفترة 2020 و2030، وقمنا بتحيين المساهمة المحددة الوطنية وفقا لمقاربة تشاركية وشاملة عرفت مراجعة المشاريع القطاعية سواء المتعلقة بالتخفيف أو التكيف. وفي هذا الصدد كنعرفوا أن مستوى اللي حطيناه هو مستوى طموح بخصوص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة اللي كيصبح 45% فاصلة 5% عوض 42% في أفق 2030. والمغرب هو أول دولة اللي حطت واحد السيناريو اللي هو أون أكور مع السيناريو ديال 1.5 دوغري سيلسيوس دو شانجمون كليماتيك. وتماشيا مع مضامين اتفاق باريس، حنا اشتغلنا على إعداد استراتيجية للتنمية المنخفضة الكربون في أفق 2050، وحنا تنخدموا على إعداد مخططة قطاعية ذات بصمة كربونية منخفضة في أفق 2050. ونظرا للأهمية البالغة التي يوليها بلدنا للحد من هشاشة النظم الأيكولوجية ومواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للتغير المناخ، قام المغرب بإعداد المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف بحلول عام 2030 لكي يهدف إلى تنفيذ. شكرا الوقت. تفضل السيدة النائبة المحترمة دائما عن فريق التجمع للتعقيب.
شكرا سيدة الوزيرة على هذه الإفادات المهمة. كنقدروا الوعي ديالكم المسؤول بخصوص هذا الملف اللي عطاه جلالة الملك واحد الأهمية كبيرة، خصوصا من بعد الكوب 22 اللي دارت في مراكش، واللي كيحرص من خلاله على إلى واحد الأولوية خاصة لهذه التغيرات المناخية، خصوصا بالنسبة للبلدان الإفريقية اللي كتعتبر ضحية ديال الممارسات ديال بلدان الشمال. حنا كنا واعيين بأن التحديات المناخية كتفرض إكراهات جسيمة على المغرب، خصوصا المتعلقة باضطراب معدل تساقطات المدارية وكذلك تغيرات ديال درجات الحرارة وموجات الجفاف المتعاقبة، وهذا الشيء كيأثر بشكل سلبي على الموارد الطبيعية والاحتياطات المائية وعلى الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. المغرب في هذه 70 سنة الأخيرة عرف أكثر من 20 موسم ديال الجفاف، وهذا الشيء أثر كما قلت سلبيا على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام. سيدة الوزيرة، ما غاديش نكونوا متشائمين، لكن خصنا ندقوا ضروري نقص الخطر في السيناريوهات ديال التغيرات المناخية، وخصوصا أننا عارفين أن في السنوات المقبلة باقي المغرب غادي يكون في واحد الوضعية أكثر صعوبة بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات والظواهر الطبيعية المتكررة. لذلك نحتاج واحد الاعتماد ديال مقاربة محكمة لضبط هذه التغيرات المناخية. عندنا الثقة في المستقبل وعندنا كل الضمانات في الحكومة وفي الرئيس ديال الحكومة وكل الكفاءات إن شاء الله اللي غتدبر هذا القطاع، وكنتمناو أنكم تحوموا المتعين في هذا المجال. هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، إذن نمر إلى السؤال الموالي. سؤال متعلق بتحسين نظام فوترة استهلاك الماء والكهرباء للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد نائب محترم. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب، عرف نظام فوترة استهلاك الماء والكهرباء مجموعة من الاختلالات التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسر المغربية. لذا نسألكم السيدة الوزيرة عن التدابير والإجراءات للحد من هذه الاختلالات. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة النواب المحترمون. هو أولا نظام الفوترة اللي معمول به ما كاين فيه أي تغيير، ما كانت فيه حتى زيادة في الفواتير ديال استهلاك الكهرباء، ولكن خصنا نعطي واحد النبذة على كيفاش كتتم الفوترة ديال اللي جاري بها العمل حاليا. كاين طريقتين لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي. كتطبق تعريفة تدريجية على الزبناء اللي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلووات الساعة، ويتأخذ بعين الاعتبار طبعا القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وبينما يتم اعتماد التعريفة الانتقائية بالنسبة لباقي الزبناء، حيث تطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيها في استهلاكهم، وذلك للحث على الاقتصاد للطاقة الكهربائية وتفادي الاستهلاك الغير معقل لهذه المادة الحيوية. فنظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية العداد بصفة منتظمة مرة كل شهرين، ولكن بفوترة شهرية، فكيتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب. وعيا بنا بالأهمية الخاصة باش نحسنوا الخدمات للزبناء المتعلقة بنظام الفوترة، بدا المكتب الوطني له وضع واحد الخارطة ديال الطريق، غنشير لبعض الحالات اللي فيها، بعض الحلول اللي فيها. اولا كاعتماد واحد النظام معلوماتي اس اب اللي هو متطور، تعميم تدريجي للقراءة الشهرية للعدادات، بدل قراءة العدادات زبناء جنون المخطفض مرة كل شهرين، وتطوير مشروع نظام معلوماتي جديد لتدبير قراءة العدادات وتدبيرها عن بعد، لا تيلي غولاف دي كونتور، واقتناء عدادات ذكية بما يسمح بفوترة الاستهلاك الشهري للزبون بشكل أدق، وطبعا لما الزبون غادي يبدا حتى هو ينتج الكهرباء. السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. سيد نائب محترم، تفضلوا للتعقيب. شكرا السيدة الوزيرة.
السيده الوزيره احنا ما كنهضروش على الثمن ديال الكهرباء ولا كنهضروا على يعني الطريقه ديال التحصيل ديال ديال الاستخلاص هذيك الفواتير. قلتي كل شهرين، لا السيده الوزيره اسمح لي، حنا في السله كيجيو مره في عامين ثلاث سنين ما كيجيش الفاتوره، ما كتجيش بصفه نهائيه. وعملات سلا فيها واحد الجزء اللي هو تابع للمكتب الوطني للكهرباء كاين اشكال كبير، ولا بغى يخلص خصو يمشي لعملات صخيرات، يمشي لعين عوده ولا يمشي للخميسات سيدي علال البحراوي، وما كتجيش الفاتوره، ما كتجيش على اساس استهلاك الشهري كما هو معمول فيه في التدبير المفوض. عندنا شركات كيجيو كل راس شهر كيجي تيقول لك اشحال عندك، وعندك اجال ديال الاستخلاص، الا فتي 8 ايام كيصيفط لك الورقه الحمراء تخلص ولا يقطع لك الضوء. هاد المساله هذه في السلاسه السيده الوزيره عام وعامين، وبعد الناس خرجت لهم 20,000 30,000 درهم ما بقاش يخلص، ومشى لطرق غير مشروعه وكيبرونشي وكياخذ الضوء بطريقه غير قانونيه. والمجلس الاعلى للحسابات رصد هادشي في 2019، 46 مليار سنتي مشات في 2019. وجاء المدير العام لهنا وكان يعني ناقشنا معاه في لجنه المراقبه الماليه العامه، فالطريقه باش كيعمل المكتب السيده الوزيره راه ما كاينش هادشي، تتقول انه كل شهرين، راه ما كيجوش بخطره، وكيمشي المواطن كيخلص داكشي زيزافي، ومن بعد تيقول ليه وراه عندك 20,000 من بعد سنه سنتين، ومن بعد كيجي يقطع عليه. هادشي راه المواطن تتعرفوا العالم القراوي الهشاشه والفقر، وعاد زيد هذه القضيه ديال التنقل راه صعيبه على السله. السيده الوزيره انتهى الوقت، انتهى الوقت. علمي تعقيب اضافي تفضلوا سيدنا المحترم. شكرا سيد الوزيره. سيد الوزيره انا اؤكد الكلام الذي قاله النائب الذي من قبلي، اقليم القنيطره الفواتير لا تؤدى بطريقه منتظمه، والمكتب الوطني نهج واحد السياسه ديال العقاب الجماعي، كيقطع على الدواوير كامله اللي ادى واللي ما اداش. وهذا نعطيكم على سبيل المثال، عندك دوار الدكاكله والكرايز وعامر السفليه ومقرن، وكيقول لك خاصهم حتى يخلصوا، وهذا ادى الى واحد المجموعه ديال الاضرار، وهذا اجراء غير دستوري وغير قانوني. ولهذا نطلب منكم السيده الوزيره الله يكثر خيركم، هاد الناس يخرجوا يعطيو الفواتير ويردوا الناس ديال الكرام. شكرا توقيت. هل من تعقيب اضافي اخر؟ سيدة الوزيرة في 30 ثانية إلا بغيتوا تجاوبوا. لا سيد الرئيس، شكرا. نمر إلى السؤال الموالي عن تأهيل المطارح العشوائية بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة، يعتبر تأهيل المطارح العشوائية من أهم التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي، بالإضافة لتداعياتها على صحة المواطنين وعلى البيئة. لذلك نسائلكن عن خطة وزارتكن لتأهيل المطارح العشوائية بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي، وشكرا. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا مشكورين. رئيس محترم، قبل الجواب على هذا السؤال الثالث على المطارح العشوائيه، عندك السؤال السبعه فيه وحده الموضوع، فاذا رغب الفريق التجمعي المحترم في طرح السؤال الا بغيتو. 17 ولا 7؟ شنو؟ 19. السؤال رقم 19 هو اللي فيه وحده الموضوع. 19 وي. خصو يدبر قبل يا استاذه، استاذ صعاب علينا دابا. تفضلوا. شكرا لهذا السؤال. السيد الرئيس المحترم والسيدات والساده النواب المحترمون، فكما كتعرفوا لي التغلب على نعم اختتنا دام السيد الرئيس، مادام فريق التجمع الوطني للاحرار ما عندوش مانع، ممكن هادشي ما فيش مانع، هذا في تدبير الجلسه، هادشي خصو يدبر قبل الجلسه بين جميع المكونات ديال المجلس بما فيها رئاسه ووزاره وفرق. شكرا، تفضلي السيده الوزيره. السيد الرئيس، باش نتغلبوا على الاشكاليات اللي مرتبطه بتدبير معالجه النفايات واستدراك التاخر الحاصل، التاخر الكبير اللي حصل، كنا درنا في سنه 2006 كما كتعرفوا اقرار واحد القانون 28/00 اللي متعلق بتدبير النفايات.
والتخلص منها. وقام قطاع تنميه المستدامه سنه 2007 بشراكه مع وزاره الداخليه باعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزليه والمماثله لها. وتم في الى حدود سنه 2021 اخر سنه 2021 تحقيق عده انجازات بلغ حجم الاستثمار الاجمالي حوالي 21 مليار درهم. ساهمت فيه الوزاره ديال الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه 3 مليار درهم. وكان فيه بزاف الانجازات بما فيها رفع من معدل جمع النفايات بالمراكز الحضاريه بطريقه مهنيه الى مستوى 96% عوض 44% اللي كانت في سنه 2008. فالمشكله هو ان عملنا واحد التقييم ديال هذا البرنامج الوطني للنفايات المنزليه اللي كان بين بان فيه بزاف ديال النقص الحاصل في قدرات الماليه والتقنيه للجامعات الترابيه، الاقتصار على عمليه التمر مما يطرح مشكل توفير العقار الضروري، وضعف تثمين النفايات وتشجيع الفرز من المصدر، وضعف التحسيس والتواصل حول اشكاليه تدبير النفايات المنزليه. ف اخذا بعين الاعتبار هذه النتائج كنشتغلوا على بلوره مجموعه من التوصيات لتحسين وضعيه تدبير النفايات المنزليه، وعلى بالاساس نتكلم على المستوى القانوني. حنا كنحثوا على ضروره تعديل القانون 2800 وبذلك بادخال مجموعه من التعديلات اللي نص عليها القانون الاطار رقم 99/12 اللي بمثابه منطاق وطني للبيئه والتنميه المستدامه. وعلى مستوى الحكامه يجب تعزيز الاطار المؤسساتي لتدبير انجع النفايات المنزليه والمماثله لها. وعلى المستوى المالي من الضروري القيام بمراجعه النموذج المالي المعمول به حاليا. الوزيرة تفضلوا سيدنا المحترم للتعقيب. شكرا سيد الوزيرة. تعيش بلادنا صعوبات كبيرة بخصوص تدبير ومعالجة النفايات بمختلف أصنافها مما يستدعي تدخلا عاجلا. سيد الوزيرة، بداية على مستوى قطب طازناخ الكبرى بإقليم ورزات التي تضم 5 جماعات، وكذلك قطب سكورة 5 جماعات، وقطب إغرم الوغدار 5 جماعات. هذه المناطق تعيش صعوبات وإكراهات بخصوص تدبير النفايات وانتشار المطارح العشوائية، لذلك يتعين إحداث مطارح مراقبة وفق المعايير المعتمدة لتستفيد منه الجماعات المذكورة آنفا، مع العلم أنه تم تخصيص قطعة أرضية ببلدية طازناخ في انتظار الشروع في إنجاز هذا المشروع، ونفس الشيء بجماعات سكورة وإغرم الوغدار. سيد الوزير، في هذا الإطار ومن أجل تأهيل المطارح العشوائية بصفة عامة، نتقدم إليكن بالمقترحات التالية: إشراك الفاعلين الجهويين ومحليين المعنيين بمجال التدبير البيئي ومصاحبة الجماعات الترابية ومجموعة الجماعات من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا المجال، اتخاذ وزارتكن بشراكة مع وزارة الداخلية للإجراءات والتدابير المناسبة لتأهيل هذه المطارح وجعلها ترقى إلى مستوى المطارح المراقبة، مواكبة الوزارة للجماعات الترابية ومجموعة الجماعات في إطار شراكة، ومدها بالتمويلات والخبرات اللازمة لمساعدتها على تأهيل المطارح، لأن الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات لا يمكنها وبإمكانياتها الذاتية المالية والتقنية أن تحل المشاكل المرتبطة بهذا المجال. إحداث مطارح مجهزة ومراقبة على المستوى الجهوي، تجميع النفايات وتثمينها وإعادة استعمالها أو تدبيرها وفرز. شكرا سيدنا المحترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيدنا المحترم عن فريق تجمع الوطني الأحرار. تزول في اللون، ورزازات كتعرفوها بأنها من أنظف المدن المغربية، والنفايات ديالها كلها كتمشي لواحد المطرح ديال النفايات اللي كاين في الجامعة ديال طامكت، واللي كيستقبل بين 160 حتى 200 ألف طن 200 طن في النهار. هذه الجماعة اللي كانت رأسها أنا كنستقبل الشكايات والمعاناة ديال الساكنة بشكل يومي، الريحة والدخان والتلوث ديال المحيط، خاصة الدور ديال تلات تجدة وتكميل جديد كهرتهم. لولا تدخل ديال السيد العامل مشكورا لكانت الوضعية كارثية. السيدة الوزيرة كنتمناو تعجلوا بالاتفاقية اللي فيها 18 مليون ديال الدرهم، بغينا نفكوا هذا المشكل، الله يجازيكم بخير. ثم بالنسبة للديناصور ديال طازودا اللي كاين في الجماعة ديال الإيمن ولون، بغينا أنه تعجلوا بهذا المشروع هذا، لأن الساكنة مازال كتسنى نهار مشى مازال ما رجعش. سولنا السيد وزير الثقافة، قال لك سولوا السيدة الوزيرة، كنسولوا. شكرا سيد نائب محترم، التوقيت المخصص لكم. هل من تعقيب إضافي آخر؟ نمر إلى السؤال الموالي عن الاستثمار وتطوير البنية التحتية والأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في أفق تأمين السيادة الطاقية
للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاشتراكي. السيد نائب محترم تفضلوا. السيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة المحترمة، نسائلكم حول الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي وفوق تأمين السيادة الطاقية. شكرا. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة النواب المحترمون. فكما تعلمون فإن مجمل كميات ديال الغاز الطبيعي اللي كانت تستورد من الجزائر كانت مخصصة أولا وحصريا لإنتاج الكهرباء في محطتين تحت الدرت وعين ميم طهر، وأنا مشيت تحت الدرت الأسبوع الماضي وغدا نشوف تحت الدرت عين ميم طهر إن شاء الله غدا. وبالرغم من عدم تجديد العقود الخاصة بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي كان توقف هاد المحطتين عن الشغال، فإنه لم يلاحظ كيف مشتو أي انقطاع أو عجز على مستوى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء. من بين الإجراءات اللي خدينا لتحسين السيادة الطاقية لبلادنا، عملنا على وضع واحد الخطة استعجالية فيما يخص الغاز الطبيعي بهدف تلبية حاجيات توليد الكهرباء وحتى حاجيات القطاع الصناعي. وكيوصل حاليا مجمل هذه الحاجيات اللي شفناها الآنية إلى نصف مليار مكعب متر مكعب سنويا في المدى القصير. اشتغلنا على محورين اثنانيين. اولا المحور الاول يخص الولوج، ولاول مره في تاريخ المغرب الى السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. قمنا بنشر طلب واحد العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمه عبر البواخر. ورغم هذه الظرفيه الصعبه اللي كعرفها العالم، توصلنا من طرف كبريات الشركات العالميه لانتاج وتسويق الغاز الطبيعي بعشرات من العروض. خضعت هذه العروض لواحد المسطره مستعجله للدراسه والتفاوض مع هذه الشركات، التي قادتها واحد اللجنه خاصه احددت لهذا الغرض، وسوف ان شاء الله يوقع اول عقد هذا الاسبوع ولا الاسبوع المقبل. المحور الثاني اجل ضمان السياده في هذا المجال كتعلق بانشاء بنيه تحتيه كتسمح بتحويل الغاز الطبيعي المسال. هناك خيارات مطروحه. السيده الوزيره انتهى الوقت، تفضل سيدنا المحترم للتعقيب. شكرا السيد الرئيس. السيده الوزيره، احنا معاك بالنسبه للاستثمار لاعاده تشغيل المحطه ديال تهدرت وديال بن طهر، ولكن بالنسبه للمحور الثاني اللي هو الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد في الغاز الطبيعي، احنا في الفريق الاشتراكي ما عندناش واحد الرؤيه واضحه حول استمرار استهلاك هذه الماده هذه على المستوى العالمي. وهذه الماده بحال اللي كتعرفوا كتاثر بالتحولات والتقلبات المناخ الجيوسياسي الدولي. فحال اليوم راه الفاتوره ديال المكتب الوطني للكهرباء لانتاج الكهرباء راه فاقت 50 مليار ديال الدرهم. لذلك حنا في الفريق الاشتراكي كنطلبوا منكم يعني المرور بسرعه الطاقات المتجدده خصوصا الفوتوفولتيك، ولما لا باش تفتح الملف ديال الطاقه النوويه لانتاج الكهرباء الوطنيه. الطاقات البديله السيد الوزيره هي البديل الحقيقي لتحقيق السيادة الطاقية الوطنية وتحرير المغاربة من قبضة هذه الشركة الموزعة ديال الطاقة بحال اللي وقع اليوم في الغازوال والبنزين. وبالمناسبة كنطلبوا منكم تلزموهم باش يبنيوا الخزانات باش نوصلوا ل 60 يوم ديال المخزون الاستراتيجي. وكاينه النقطة الثانية هي ديال النجاعة الطاقية. النجاعة الطاقية رغم مرور 5 سنوات من اعتمدتها البلاد، كنشوفوا المصالح الوزاريه ما فيها واحد التاخر وكثر من هذا الشيء في هذا الوضع ديال الازمه. محترم انتهى الوقت، هل من تعقيب اضافي؟ نمر الى السؤال الموالي عن الطاقات البديله للسيدات والساده النواب المحترمين على الفريق الحركي. تفضل سيد نائب محترم. شكرا السيد الرئيس. السيده الوزيره، استراتيجيتكم فيما يخص البحث عن مصادر طاقات بديلة. شكرا. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة تفضلوا. السيد الرئيس محترم والسيدات والسادة النواب المحترمون، وطبعا كنشتغلوا على تنويع ديال مصادر الطاقة بما فيها الطاقة البديلة. ونذكركم غير بأن استراتيجية الطاقية الوطنية اللي كانت اعتمدت في 2009 كتعطي واحد القوة لواحد الباقة الطاقية متنوعة بما فيها النجاعة الطاقية، النجاعة الطاقية في الاستهلاك وفي التشغيل. وقد تم الى حدود اليوم انجاز 52 مشروع من الطاقات المتجدده بواحد القدره اجماليه كتناهز 4 جيجاوات، وعندنا اكثر من 60 مشروع اليوم قيد التطوير والانجاز بقدره اجماليه
كتبلغ 4.6 جيجاوات باستثمار اجمالي يناهز حوالي 52 مليار درهم، وهذا غير كافي باش نوعوا الباقه الطاقيه الوطنيه. فمن اجل تسريع هذه الوتيره ديال الانتقال الطاقي، احنا بلورنا مجموعه من المبادرات والبرامج الجديده بما فيها في الطاقه المتجدده. فكيف ما كتعرفوا كنشتغلوا مع واحد البرنامج ديال القدره الاجماليه 400 ميجاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم مقاولات متوسطة والصغرى، واعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات الإنتاج الطاقة الكهربائية. الشروع في برورة واحد البرنامج جديد اللي هو البيرك 2.0 للتأهيل الطاقي للمرافق التربوية والاجتماعية، وخاصة بالقرى المدارس والمستوصفات ودور الطلبة والمساجد، وذلك اعتبارا التحسن المهم لكلفة تكنولوجيا للطاقة الشمسية، وبغينا نحطوا فيهم واحد شبكة كهربائية صغيرة في هذه الدواور اللي تسميهم الميني غريد، لأجل ضمان الاستقلالية ديال التسويد ديال الساكنة. تكون عندك واحد 15 منزل 20 منزل متقارب، وخلق أنشطة سوسيو اقتصادية تهم التربية إلى آخره. شكرا سيدة الوزيرة، تفضلوا سيدنا المحترم للتعقيب. سيد الرئيس، سيدة الوزيرة، على الاستراتيجية اللي تكلمت عليها دارت في 2009 في واحد السياق في واحد يعني الجو معين. اليوم تبدلات المعطيات، اليوم ما كنعيشوا أزمة، والأزمة فرص، وحنا عندنا خصص كبير في الطاقه. اليوم خصنا نرفعوا الايقاع ديال استعمال الطاقه المتجدده بالتوسيع ديالها اللي مستعمله غير واحد الطرف. غير نعطيكم ان الطاقه الحيه مستعمله 10% من الثروه الوطنيه، باش يوصل للبحر اللي عشرات المرات داكشي اللي كاين. الطاقه الشمسيه لما دعمتوهاش بالدعم المباشر للضخ وداكشي، يعني هذه هي الوسيله باش يمكن التوسع. ثانيا دير واحد التصور يكون واضح، يكون شجاع. الكفاءة تنظن عندكم، ولكن خاصكم الشجاعة باش ديروا تبحثوا على مصادر أخرى. عندنا الصخور النفطية كانت غير مجدية في السبعينات، اليوم تطورات التكنولوجيا والثمن ديال الإنتاج ديالها يعني يقل. عندنا الطاقة كما قال الأخ النووية، عندنا الفوسفات، عندنا صناعة الهيدروجين من الماء. هذه كلها وسائل السيده الوزيره اللي تمكن تغير الوجه الطاقي ديال البلاد ديالنا ونحدوا من التبعيه ديالنا للخارج. النقطه الاخرى هي توسيع المجال للولوج الى الامكانيات ولا الاليات ديال انتاج الطاقه البديله. اليوم عندنا الطاقه العضويه، هذا منتوج ديال المغرب الاخضر، ما استعملناش، هذا اساسي جدا. الطاقه الشمسيه احنا من اغنى البلدان في العالم ديال هذه الثروه هذه الوطنيه. شكرا سيدنا المحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ نمر الى السؤال الموالي عن استراتيجيه الوزاره لتامين المخزون الطاقي ببلادنا، السيده النائبه المحترمه ريم شابات، تفضلوا. مشكورين. استراتيجية الوزارة لتأمين المخزون الطاقي ببلادنا نسائلكم. شكرا، كلمة لكم السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم والسيدات والسادة النواب المحترمون. وطبعا المخزون الطاقي للبلاد فيها جميع التكنولوجيات اللي كنهضروا عليها بما فيها التكنولوجيات الطاقية الكهربائية، ولكن دابا غنتكلم على المواد البترولية. فكيف ما كتعرفوا كتبلغ القدرة الإجمالية للتخزين ديال المواد البترولية في هذه الآنية 1.8 مليون طن، اللي كيمثل تقريبا 57 يوم من الاستهلاك الوطني الاجمالي ديال اليوم. ففي اطار السياسه الطموحه اللي كينهجها المغرب من اجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد وتامين الحاجيات ديال السوق الوطنيه، كتعمل الوزاره على مواكبه الانجاز المشاريع المبرمجه والتسريع ديالها من طرف الخواص لانجاز القدره الاجماليه اضافيه للتخزين ديال المواد البتروليه كتوصل 777 الف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 2.7 مليار درهم في افق 2023. وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة كتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، كتعمل هذه الوزارة على إرساء واحد نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. والوزاره كتعمل على احداث واحد الهيكله مؤسساتيه كتسهر على باساس على التتبع الدقيق والخاص. سيده الوزيره، انتهى الوقت.
سيدة النائبة المحترمة. السيدة الوزيرة، كما كنعرفوا كاملين أن المواد الطاقية عرفت ارتفاع في العالم كله ماشي غير في بلادنا، وما كاينش شي جائحة اليوم أكثر من جائحة ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة عندها آليات باش تضبط الأسعار، ونبهنا الحكومة باش تفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف الأسعار. يمكن للحكومة تخفض الضريبة على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة اللي هي التيفيا، لكن الحكومة أذن صماء ما مسوقاش للمواطن. الشعب راه مازال صابر سيدة الوزيرة، واش بغيتوا الفتنة تنوض في البلاد؟ الحكومة اليوم واجب عليها ترد الاعتبار لشركات لسامير باش يستفد المواطن المغربي من تخفيض أسعار المحروقات، وما تكونش مضاربات لشركات المحروقات حيت هي المستفدة الآن من هذا الوضع. وللإشارة، فإن أوروبا عشت أزمة خانقة نهاية سنة 2008 مع بداية 2009، وصل فيها البترول ل 150 دولار، ما تزاد حتى ريال في عهد حكومة عباس الفاتي شفاه الله اللي دعمات المحروقات والشعب ما تأزمش. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ ما كانش تعقيب إضافي، إذا نمر إلى السؤال الموالي. وهو سؤال آني عن تدبير النفايات المنزلية والمطارح المراقبة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق تجمع الوطني الأحرار. سيد نائب محترم سي رفيق. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة محترمة، حدد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مجموعة من الأهداف، منها الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستويات جد متقدمة، وكذا إنجاز مطارح مراقبة النفايات المنزلية الممثلة لها في كل مراكز الحضرية. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن حصيلة تنزيل هذا البرنامج، خاصة فيما يرتبط بتدبير النفايات المنزلية ومطارح المراقبة، وما هو تصوركم وزارتكم فيما يتعلق بتدبير النفايات بالعالم قرابة. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب المحترمون. فنكمل الجواب على السؤال الأول، وغادي نحث على التوصيات اللي قمنا بها في التقييم ديالنا. فكيف ما قلت لكم على المستوى القانوني وعلى مستوى الحكامة كاين ما يدار، كاين بزاف الحوايج ما يداروا وحنا تنواكبهم، ولكن على المستوى المالي كيف ما قلت في التعقيب الأول، من الضروري القيام بمراجعة النموذج المالي اللي معمول به حاليا. ففي إطار تفعيل هذه المخرجات ديال دراسة التقييم ديالنا وديال الطرف من طرف جهات أخرى، عملنا واحد مجموعة من الإجراءات لتحسين تنفيذ هذا البرنامج. فعملنا واحد إبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين وزارة الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية والجمعية المهنية لشركات الإسمنت اللي كتهدف في أفق 2030 بزاف الحوايج، منها التثمين الطاقي للنفايات المنزليه بنسبه ديال 45%، وتطوير منظومات صناعيه في مجال تدوير وتثمين ديال النفايات المنزليه. ولتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيه كنوضعوا واحد المخطط عمل من اجل بلوره وانجاز مجموعه من المشاريع ديال التثمين الطاقي للنفايات المنزليه بعده مراكز تمر وتثمين النفايات اللي قدينا عليها. كما ان الوزاره بصدد الاشتغال على تعديل القانون ديال 2800 المتعلق بتدبير النفايات وملائمته مع مقتضيات القانون الإطار 99/12، فكنعملوا على تقليص إنتاج النفايات عند المصدر ووضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات، كنحثوا على هذه النقطة، تعزيز تقنية الفرز وتثمين النفايات في إطار مراقبة اقتصادية الاقتصاد الدائري، الاعتماد مبدأ المسؤولية الموسعة لمنتجي النفايات، ووضع إطار حكامة خاص بتدبير النفايات، وتحفيز طبعا البحث العلمي والتنمية والابتكار. وكما كتعرفوا الحكومة تنكبوا حاليا على تنزيل المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي من خلالها كنحققوا واحد المجموعة من الأهداف. الوقت تعقيب السيد النائب المحترم عن فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة على جوابكم وعلى كل التوضيحات التي تفضلتم بذكرها. إلى أنه يلاحظ في هذا الصدد أن إشكال تدبير النفايات المنزلية مختلف مدن وأقاليم المملكة وإنجاز مطارح مراقبة في مجال الحضاري بل حتى القروي لا زالت تكشف لنا العديد من الاختلالات والنقائص، لدرجة لم يستطع معها مع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية تحقيق أهداف مسطرة له، سيما تلك المتعلقة بالمعالجة والتثمين وإرساء حكامة جيدة على مستوى المراقبة والتتبع للطريق التي يتم بها
تمر معالجة هذه النفايات المنزلية ومماثلة سواء من طرف الشركات المفوض لها بتدبير هذا الوفاق، والتي في الغالب الأهم قد لا تحترم ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، ومن جهة أخرى الإقرار محدودية التدخل لدى بعض الجماعات وعدم قدرتها على التزام تعهداتها. ولعل ما زكى هذا الطرح السيدة الوزيرة هو التقرير الأخير للمجلس الأعلى لحسابات الرسم سنة 2019-2020 الذي أماط اللتان عن ما يشهد هذا القطاع من مشاكل مرتبطة أساسا بضعف البنية التحتية وخلق المواقع الملائمة لإحداث مطارح المراقبة والمنشآت، مع العمل على تقديم حجم وكميات النفايات الممكن إنتاجها مستقبلا. إن من جملة ما أشار إليه التقرير كذلك عدم استكمال مخططات المديرية لأغلب العمالات والأقاليم المملكة المستراتها، رغم الشروع بخصوص تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على صعيد النفوذ الترابي في علاقتها بتوفير. سيدنا المحترم تاع الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ نشكر السيد الوزير عن حسن المساهمة في هذه الجلسة، وننتقل للقطاع الموالي الشباب والثقافة والتواصل في سؤال عن تأهيل مراكز الاستقبال للسيدات والسادة النواب المحترمين على الفريق الاشتراكي. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، نسألك عن الإجراءات التدابير المتخذة لتأهيل وتوسيع مراكز الاستقبال في ظل سنتين من الإقفال بعد جائحة كورونا، وشكرا. شكرا، كلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيدة النائبة المحترمة، كنشكر على السؤال. في البداية أود التذكير أن المراكز الاستقبال هي فضاءات تدعوها الوزارة حاليا رهن الإشارة للوفود الشبابية المغربية والأجنبية المؤطرة والمنظمة أثناء تنقلها من أجل ممارسة أنشطتها المختلفة الثقافية الرياضية وغيرها. قلت حاليا لأن مباشرة فاش غنخرجوا بطاقة شباب، إلا وأن أي شاب ماشي لابد يكون عضو في واحد الجمعية غيقدر يولي يقدر يستفد من هاد المراكز. حاليا الوزارة عندها 44 مركز استقبال، مجموع ديالهم تقريبا 2144 سرير موزع على مختلف الأقاليم والجهات المملكة. كما أن عدد من هذه المؤسسات تعرف بعض الإكراهات في تدبيرها بسبب الخصائص في الموارد البشرية كيف ما كتعرفوا، إضافة إلى إغلاق هذه المؤسسات وتوقفها لسنتين بسبب جائحة كورونا. لكل هذه الأسباب فإن الأولوية اليوم تتعلق بإعادة تأهيل هذه الفضاءات حتى تتمكن من تقديم خدمات في المستوى وانتظارات الشباب، ولهذا أطلقنا برنامج تأهيل كافة مراكز الاستقبال خلال سنتي 2022-2023. ولتفادي أن تعود هذه المؤسسات لحالة الكارثية التي هي عليها اليوم، فقد أعدنا تصورا جديدا لتدبيرها بحكامة ونجاعة، وذلك بإدراجها ضمن المصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة سيجما، ومشروع في طور دراسة مع المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. شكرا. شكرا سيد الوزير. سيدة النائبة المحترمة، تفضلوا. الجواب ديالكم، ولكن السيد الوزير كتقول هاد المراكز الاستقبال مجهزه بالاسره ومجهزه بالتجهيزات وكاين حنا اللي كنلاحظوا يعني كاين واحد العجز في الاعتمادات الماليه الكافيه لتقويه البنيه التحتيه والتجهيزيه داخل هاد المراكز. يعني نطلبوا منك السيد الوزير دير واحد زياره ما تكونش رسميه، تكون مفاجئه لهاد المراكز صراحه، باش توقف على المشاكل كتعاني منها هاد المراكز، خاصه في ظل غياب اطر غير كاين، ما كايناش هاد الاطر. هي كاينه الافكتيف مو كاينه، مي هاد الاطر ما كتشتغلش، شبه منعدمه. واذا كانت هاد الاطر كاينه ما كايناش اصلا التكوين ديالهم. هذه من جهه. من جهه اخرى السيد الوزير، لابد من واحد العداله مجاليه. شنو هما؟ فين هما القرى؟ فين هما الجبال؟ المناطق الجبليه ما عندهمش المراكز الاستقبال. حنا كنعانوا السيد الوزير، هاد المراكز الاستقبال كتفتح غير في ايامات الشتاء، شهر 11 12 ولا في الصيف في المراكز الاستضافه. خاص تكون على مد السنه كلها، خاص تكون فعاليه ونشاط داخل هاد المراكز الاستقبال. من جهه اخرى حنا في العيون، جهه العيون الساقيه الحمراء، كنعانوا من غياب في التجهيزات. الميزانيه ما كتكونش مانتونونس من بعد الاصلاحات ديال داخل المراكز او ثاني الاطر. ونتمنى وتعود زياره السيد الوزير. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ شو ثواني كيف يلا كاين تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيده النائبه المحترمه. السيد الوزير، في انتظار جميع خدمات التخييم بجهه الدار البيضاء سطات، تفاجئنا بقرار هدم
مخيم سيد رحال الذي كان متنفس للشباب والجمعيات والاطفال بهذه الجهه اللي كتعرف اكتضاد سكاني وما كاينش مراكز ديال التخييم، ما كايناش تما في جهه الدار البيضاء 16 وكنعرفوا هذيك المنطقه كيف دايره، وهذا المخيم كان متنفس للشباب والاطفال، فبالتالي تفاجئنا بالقرار ديال الهدم ديالو في غياب دور الوزاره التي تقاعست عن الابقاء لهذا المخيم. هل من تعقيب إضافي آخر سيد الوزير؟ هو السؤال ديال التقييم جاي لان هذا سؤال على المراكز استقبال اللي ماشي هما الاشكاليه ديال المخيمات اللي غنجاوب عليها من بعد لان كاين ثلاثه الاسئله مبرمجه حول التقييم. غير بالنسبه لمراكز استقبال متفق معك سيده النائبه 100% وغيكون ان شاء الله هادشي اللي كتقولي كلشي حنا غاديين فيه، لهذا فاش اقترحنا السيغما الا وان باش يوليو دي غوسيت عند هاد المراكز استقبال باش ما يبقاوش يعيشوا هذه الاشكاليه. هذه الاشكاليه عشناها اليوم علاش؟ لان واحد النهار قرروا الحكومات السابقه باش بلا ما نجبدوا الاسماء ان تكون لا غراتويتي اللي خرجت اليوم ان اليوم مراكز استقبال مابقاو كيستقبلوا حتى واحد في الحقيقه. اذا غنجهزوهم ان شاء الله باذن الله في هذه السنه والسنه المقبله في اطار الامكانيات اللي عند الوزاره، ومن بعد مباشره من بعد غنخدموا بواحد الطريقه جديده باش ما تبقاش تعاني من دعم دائما الرباط في هذه المراكز استقبال في الجهات المملكه. اما اذا كان شي خصائص في اقليم اقاليم المملكه نحن انت توقيت سؤالي المواليين رقم 21 و22 وهما سؤالين آنيين لهما وحدة الموضوع ويتعلق الأمر بحصيلة المعرض الدولي للكتاب بالرباط، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب محترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سنة 2022 جعلت من مدينة الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي وعاصمة الثقافة الإفريقية، وبالتالي نحن نتمم مبادرة تنظيم الدورة 27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، ولا يفوتنا كذلك سيد الوزير باش نعلمكم على قدرتكم على تنظيم هذه الدورة من المعرض، خاصة بعد أشهر من تعيينكم على رأس هذه الوزارة وبعد توقف المعرض لمدة سنتين، وبالرغم من الظروف الصعبة اللي بخصوص كورونا اللي مازال ما قالش الكلمة ديالها، وبالتالي نحن نسائلكم عن حصيلة هذه الدورة ونسائلكم كذلك ما هي الاستراتيجية ديالكم المستقبلية في هذا الإطار، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. سؤال ثاني في وحدة الموضوع للسيدات السادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الوزير. شهدت بلادنا مؤخرا حدثا ثقافيا مميزا تمثل في تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر في 2022 في دورته 27 بالرباط، باعتباره واحدا من أهم الملتقيات الثقافية والأدبية في العالم العربي وإفريقيا، والذي ينظم لأول مرة بالرباط بعدما كان ينظم في الدار البيضاء منذ انطلاقه عام 1989. بعد سنتين بيضاء بسبب جائحة كورونا التي بينت حاجة إنسانية إلى القراءة أكثر، بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حصيلة المعرض الدولي للكتاب بالرباط، وهل هناك توجها لتنظيم معارض جهوية للكتاب بمختلف جهات المملكة، وشكرا. شكرا سيد الوزير، تفضلوا للجواب عن سؤالين. شكرا سيد رئيس، شكرا سيدات النائبات على هذا السؤال اللي كنعتبره مهم جدا. اولا نجاح هذا المعرض كان نجاح مشترك مع جميع المؤسسات اللي ساعدونا بما فيهم البرلمان اللي كان لاول مره كيحضر معنا في المعرض الكتاب، وثانيا بحضور بمساهمه جهه الرباط سيرة القنيطره، لولا وجودها معنا ما كانش يمكن هذا النجاح يكون في هذا المستوى. بعض الارقام باش قبل ما نتكلموا على المستقبل، عدد المشاركين تقريبا 712 عارض اللي عرضوا تما في هذا المعرض، الدول تقريبا 55 بلد، عدد الكتب المعروضه 100,000 عنوان، عدد النسخ المبيعه حوالي 1,500,000 كتاب تباع، يعني تزاد 37%.
كيساوي تقريبا هذا الشيء لو شيف دافير اللي تكلمنا على 100,500,000 كتاب تقريبا ما بين 75 مليون درهم حتى 115 مليون درهم الى اعتبرنا على كل يعني كل مواطن شرى ما بين 50 و100 درهم للكتاب. حنا كنعرفوا بان كاين اللي كيشري ب 10 20 30 وكاين اللي كيخرج من 200 300 400 حتى 1000 3000 4000 درهم لبعض منهم. اذا المساهمه ديال وزاره الثقافه والجهه الحمد لله ها النتيجه ديالها اليوم. السوق ديال الكتاب عرف واحد يعني واحد التطور ب 115 مليون درهم تقريبا. التغطية الإعلامية تقريبا 43 منبر إعلامي اللي عرفت تقريبا حضور 100 صحفي وصحفية يوميا تقريبا في المغرب. وبغيت نشكرهم كذلك بسميتكم لأنهم ساهموا معنا بواحد الطريقة اللي هي أولا مجانية. البعض كان كيعتقد بأن كانت هناك مساهمة من طرف وزارة الثقافة، لا، الصحافة ساهمت معنا لأن الصحافة الدور ديالها بالطبع هي تعريف المجال الثقافي، ولكن حتى لأن هي كتساهم باش نعرفوا بالكتاب وبالدور ديال الكتاب في المجتمع. إذا لولا الحضور ديال الصحافة ما كانش يمكن يكون هذا الدور بهذا المستوى اللي عرفناها. نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لفائدة العارضين تقريبا 98%. بالطبع كيف ما لاحظتوا كان هذاك النقاش حول الدار بيضاء الرباط، انا في حقي بغينا نتفاداو هذه الاشكاليه. اليوم مراد الديناميه اللي تلقى هذا المعرض الا وان كيتبين لنا ان كاين واحد العطش من طرف المغاربه باش يكونوا هذا المعرض في جميع الجهات المملكه، وهذا الشيء اللي غنخدموا عليه ان شاء الله. ما خصوش يبقى معرض واحد في الرباط او في الدار البيضاء، خص يكونوا معارض في جميع الجهات المملكه. وحنا كنخدموا دابا حاليا باش نلقاو واحد اتفاقيه مع الجهات المملكه مع الجماعات باش يساعدونا باش يكونوا باش يكون الكتاب حاضر في جميع الاقاليم والجهات المملكه، لان بدون مساعده الجهات ما يمكنناش ننجحوا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. حتى الكتاب خصو استثمار، خصو الماركتينغ ديالو، خصو الجماليه ديالو اللي كيخلي المواطنات والمواطنين كيجيو كيحضروا اللقاءات، كيهتموا باللقاءات، وبالطبع كيتعطشوا حتى هما للقراءه. فاذا هذه العمليه احنا غنسهروا عليها مع رؤساء الجهات، وانا ذاك غيكون واحد برمجه. انا يعني المتوقع هو ان يولي مهرجان للكتاب في كل جهه وكل شهر من السنه باش الكتاب يكون هذا المهرجان يكون مستمر، ما يكونش غير مره في السنه. شكرا. شكرا سيد الوزير. اعطي الكلمه لاحد النواب عن فريق الاصاله والمعاصره للتعقيب. سيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الوزير على هذه المعطيات اللي قدمتي لنا، معطيات مرفوقة بالأرقام اللي كتبين على نجاح الدورة. وكما كتعرفوا كاين هناك بعض الجهات اللي كتحاول تقلل من نجاح ديال هذه الدورة، ومسألة جد طبيعية لأن كل نجاح وكل إصلاح عنده جيوب المقاومة، خاصة وأنتم السيد الوزير في أشهر قليلة استطعتم باش ديروا واحد الدينامية في الوزارة بالرغم من الميزانية الضعيفة اللي كتوفروا فيها اللي كتوفروا عليها. كنطلبكم مرة أخرى سيد الوزير لتنظيم مجموعة من المعارض في مجموعة من الجهات وعدم الاقتصار على دورة واحدة في السنة بل أكثر، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. الكلمة لأحد النواب، تفضلوا السيدة النائبة عن فريق تجمع الوطني الأحرار. السيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب، شكرا السيد الوزير على التوضيحات والمعطيات التي قدمتها بخصوص هذا الموضوع الهام. وفي هذا الصدد لابد أن ننوهكم على النجاح الكبير الذي حققته الدورة 27 من المعرض الدولي للكتاب الذي كان بشهادة الجميع من أكثر النسخ تنظيما، بل كان عرسا ثقافيا وطنيا وإفريقيا بامتياز. وبكل صدق إن اختياركم لمدينة الرباط كان موفقا، خاصة أن الرباط تحتضن من المعرض الدولي للكتاب الذي كان بشهادة الجميع من أكثر النسخ تنظيما، بل كان عرسا ثقافيا وطنيا وإفريقيا بامتياز. وبكل صدق إن اختياركم لمدينة الرباط كان موفقا، خاصة أن الرباط تحتضن تظاهرتي عاصمة الثقافة الإفريقية وعاصمة الثقافة الإسلامية خلال العام الجاري، ما يعني إدراج معرض الكتاب ضمن الفعاليات والتظاهرات الثقافية التي تقام في إطار التظاهرتين. شكرا. إن نجاح هذا المعرض انتهى الوقت سيدة النائبة المحترمة. من تعقيب إضافي آخر؟ سيد الوزير يمكن لكم تاخذوا الكلمه فيما تبقى من الوقت. شكرا سيد الرئيس، شكرا مره اخرى سيد النائبات على التعقيب ديالكم. فقط بغيت نقول كذلك ان غيتم اشراك كذلك وزاره
التعليم وزارة التعليم العالي كذلك، لأن التحدث بالكتاب بالقراءة، ثقافة القراءة نبدأها من المدرسة. لهذا سوف يكون خراط يعني الوزراء في هذا المجال باش تكون استراتيجية منسجمة في إطار حكومة منسجمة اللي كتفكر في المغاربة. شكرا. شكرا السيد الوزير. نمر إلى السؤال الموالي، أسئلة ثلاث الموالية 23 24 25، وهي أسئلة آنية لها وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بتحضير المخيمات الصيفية لسنة 2022. لذا أقترح طرحها على سيدات السادة النواب، طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال الأول للسيدات السادة النواب محترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان استفادة الأطفال من المخيمات الصيفية لهذه السنة، لا سيما بعد توقفها اضطراريا لمدة سنتين. شكرا. سؤال موالي للسيدات والسادة النواب محترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار. سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، اعلنتم مؤخرا على الانطلاق الفعلية ديال البرنامج الوطني العطلة للجميع بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب جائحة كورونا، وغتستافد هذه النسخة اللي تلقات بمشاركة ما بين الوزارة ديالكم المحترمة والجامعة الوطنية للتخييم من برنامج أورش. لهذا نسألكم سيد الوزير المحترم على مميزات العرض التخييمي التربوي لهذه السنة، ومدى تسهيل الولوج للخدمة التربوية في وجه طفولة المناطق القروية، وتطوير المقاربة التشاركية في تدبير البرنامج. شكرا. شكرا. سؤال ثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين، فريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير المحترم عن الاستعدادات الجارية في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022. وشكرا. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير للجواب عن كل هذه الأسئلة. تفضلوا المنصة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس مرة أخرى. سيد النواب، بعد نهاية المعرض الدولي لنشر الكتاب ستتجه الأنظار قريبا لأحد أهم برامج الوطنية الموجهة لفائدة الطفولة المغربية، إن لم يكن أهمها بالنظر إلى حجم التعبئة على جميع المستويات التي تطلبها تنظيم عملية التخييم. وجوابا على الأسئلة التي تفضلتم بطرحها، أود التأكيد كما أشرت إلى ذلك داخل مجلس المستشارين على أننا سنحرص في تنفيذ لهذا البرنامج على العودة إلى الروح ومغزى تنظيم المخيمات الصيفية المتمثلة في تمكين الأطفال المغاربة من مختلف مناطق المملكة، خاصة المنتمون للعالم القروي والمناطق النائية، مع قضاء عطلتهم الصيفية، مع التزام بالتصدي لأي محاولة استغلال هذا البرنامج لخدمة أغراض سياسية أو جمعوية فئوية. هذا وقد أطلقت الوزارة خلال شهر أبريل الماضي عرض وطني للتخييم بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، والذي يحدد سقف الاستفادة، الهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، والمجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم. ويمكن تحديد الإجراءات المتعلقة بتحضير لتنظيم عملية التخييم فيما يلي: تأهيل وإصلاح وتجهيز المخيمات، حيث تحرص الوزارة على صيانة وتهيئة الفضاءات التخييم لتكون جاهزة لموسم الصيف، وطيلة فترة السنة لاستقبال المستفيدين من عملية التخييم ومن الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية. تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم وجعله آلية للتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية والمساهمة في التنشئة الاجتماعية وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة. تكوين الأطر التربوية التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم وتحديد مناهج التكوين وتنويع محاوره. وفيما يتعلق بمحور تطوير الترسنة القانونية والحكامة التدبير لبلوغ الفعالية المرروة، فقد تم إحداث لجنة استشارية مركزية ولجنة استشارية جهوية لتنزيل برنامج الوطني للتخييم، وإعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تمنح في نهاية دورات مسلسل التكوين. هذا وقد وضبت لجنة استشارية مركزية واللجنة الجهوية على عقد اجتماعات كل أسبوع للبت في الطلبات المشاركة وتحديد الجمعيات المستفيدة والحصيل المخصص لها والإجراءات والتدابير الضرورية لتعطيل البرنامج والتي تتم اتخاذها على المستويات المالية والإدارية والتقنية.
أما فيما يخص التغذية، هذه النقطة مهمة جدا. تستعمل الوزارة لتعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات اللي تم إعاده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة، والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية خاصة بعد رفع من القيمة التقديرية للمنحة التغذية الفردية من 30 إلى 50 درهم بالنسبة للأطفال و60 درهم بالنسبة للشباب، وهذه أول مرة كدار في هذه الحكومة. وسنقوم بالتصدي بقوة لأي محاولة تلاعب بالجانب الغذائي لهؤلاء الأطفال. للأسف كان كيجرى في السنوات السابقة. وفيما يتعلق بالنقل، ستعمل الوزارة على توفير خدمة النقل التكميلي لصالح الهيئات المشاركة التي ستستعمل القطارات من محطة العبور إلى المخيمات، والتي ستشمل النقاط التالية: طنجة، فاس، مكناس، جديدة، تازة، وجدة، ومراكش. كما سيتم توظيف كل التقنية التواصل الحديثة لتقاسم المعلومات مع المستفيدين في حينه، بما في ذلك بمواقع رسمية للوزارة والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج vacances.ma وشبكات التواصل الاجتماعي. وتدور الإشارة إلى أن الوزارة ستسهر على تفعيل المراقبة من خلال زيارة منتظمة لمراكز التخييم عبر اللجنة الوطنية الجهوية، بل حتى زيارات وزارية. وبالطبع أي نائب أو نائبة ممكن يساعدنا ويعاوننا بالملاحظات ديالو في الأقاليم أو الدائرة اللي كنتميها إلا ويكون مرحب بها. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. نمر إلى التعقيبات ونبدأ بأحد النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا سيدة النائبة. سيد الوزير، لنا فيكم كامل الثقة لتدبير هذه المرحلة، مرحلة التخييم لهذه السنة. يجب خلق مخيمات دامجة للأطفال المعاقين وأطفال التوحد والأطفال المكفوفين إلى آخره، وكذا الأطفال المرضى بداء السكري أصبح أمرا ملحا. كذلك سيد الوزير المحترم، نلح على الاهتمام بأطفال العالم القروي وفتح المخيمات المغلقة، وعلى سبيل المثال للحصر مخيم زكوطة سيد قاسم، مخيم ودمليل إلى غير ذلك. وكذلك في إطار تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية، السيد الوزير المحترم، هناك تساؤلات عديدة حول مخيمات القرب والتي تقدم خدمات نهارية لفئة عريضة من أطفال الأحياء الهشة، كمخيم المرجع فاس مثلا، وتواجد عدة مسابح بها. هل هي تابعة لوزارة التربية الوطنية والرياضة؟ هل هناك شراكة بين الوزارتين؟ كذلك المرجو منكم سيد الوزير المحترم إعطاء أولوية لإقليم مولاي يعقوب حتى يستفيد من المخيمات. وكذلك سيد الوزير المحترم، دعم ومواكبة الجمعيات المختصة في التخييم عبر ربوع المملكة. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. تلك كلمة لأحد النواب عن فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم وعلى كل المعطيات اللي تقدمتوا بها خصوصا بخصوص هذا الموضوع. سيد الوزير، كلنا يعلم دور وأهمية المخيمات الصيفية بالنسبة للأطفال باعتبارها فضاءات للترفيه وأيضا لتنمية قدراتهم الثقافية والإبداعية. لذلك في السنة الثانية من التوقف الاضطراري للبرنامج الوطني العطلة للجميع بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا وأيضا الحجر المنزلي، كانت كافية لتترك تأثيرات سلبية على صحة ونفسية الأطفال الذين هم في حاجة للترويح على أنفسهم وتطوير إدراكاتهم من خلال التفاعل المباشر مع أقرانهم، وهو ما يتوفر بشكل كبير خلال فترة التخييم. السيد الوزير المحترم، نحن على يقين أن الوزارة أخذت جميع المعطيات هذه المعطيات بعين الاعتبار خلال استعداداتها لتنظيم برنامج عطلة للجميع، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو فيما يرتبط بالعرض التخييمي التربوي، وهو ما لمسناه سواء عند انطلاق برنامج التخييم أو من خلال جوابكم اليوم. إلا أننا نتمنى أن يكون هناك المزيد من الاهتمام بمجموعة من المواضيع التي نعتبرها أساسية، منها توسيع الاستفادة من التخييم بالنسبة للأطفال بالعالم القروي، أيضا إعادة النظر في مسألة التنقل من المناطق البعيدة للمخيمات مما يرفع من تكلفة التخييم ويحرم بالتالي أبناء المناطق النائية من التخييم، وكذا تطوير البرامج التربوية الموجهة للأطفال. توقيت وأعطي الكلمة لأحد النواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد النائب المحترم.
تفضل سير حيوي. شكرا سيد الوزير. نسجل بكل ارتياح استئناف تنظيم المخيمات الصيفيه المعتاده بعد سنتين متتاليتين من الاغلاق التام لهذه الفضاءات بسبب اجراءات وتدابير حال الطوارئ الصحيه. لذا يتطلب إعادة تأهيلها وتجهيزها من جديد بالمتطلبات والمستلزمات الخاصة لاستقبال المستفيدين الموسم القادم. ما يهمنا السيد الوزير هو تسجيل تطور نوعي على البرنامج الوطني للتخييم من حيث جودة التنظيم وتحسين العرض الموجه لفائدة الشباب، على اعتبار موسم التخييم هو مرحلة مكملة لمرحلة المدرسة والبيت في مجال تأطير وتكوين شخصية الشباب وتنمية قدراتهم الذاتية والعقلية والفنية والبدنية والسلوكية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى السهر على حسن تدبير موسم التخييم المقبل مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية. ونتمنى أن يترك السيد الوزير الشاب المشرف على قطاع الشباب بصمته على هذا المرفق الحيوي بتطوير الأساليب والممارسات المتعلقة بتدبير صفقات التوريد والتغذية بتجويد هذه الخدمات والانفتاح على مختلف العروض وتنويعها مع اعتماد أساليب التقييم المستمر بمشاركة مساهمة الشباب وأسرهم والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وملاحظاتهم فورية على مستوى الخدمات والعروض المقدمة دون يعني إقصاء وتهميش أبناء العالم القروي. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم. هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا. انا باش مع الله اكبر مع باش نطمئنوا للاخوات والاخوان الساده النواب والنائبات كاع الملاحظات اللي كتكلموا عليها وملاحظات يعني مهمه ومهمه جدا وانا متفق معكم فيها. لهذا ما درناش لجنه وحده لتتبع واحد الاشكاليه بل هناك ثلاثه اللجان بما فيهم الانسبكسيون جينيرال اللي كلفناها كذلك مع المدراء كلهم لان هنا كنتكلموا على الحياه ديال الاطفال ديالنا وما كاينش مهم من غير الاطفال ديالنا. فغيكون واحد التتبع شبه يومي من طرف جميع اطرن ديال الوزاره وثقوا بيا كيديروا المجهودات التامه ديالهم باش ينجحوا هذه المرحله باش تكون احسن من المراحل السابقه. ما غاديش تكون احسن مرحله لان مازال بغينا نطوروا مازال بغينا مجموعه ديال الاشياء نجيبوها ان شاء الله. داكور السؤال اللي طرح التعقيب اللي طرحته السيده النائبه قبيله بالنسبه للمخيمات ديال بعض المخيمات اللي تسيدوا اللي تسدوا في اعتقد في جهه الدار البيضاء. هذاك المخيم ما تابعش لوزاره الشباب الثقافه والتواصل باش نكون واضحين كيكونوا تابعين بعض المرات الجماعات او العمالات الا وكيكون هناك اشكال فيه بالنسبه للارض او اشكاليه قانونيه. اما بالنسبه للمخيمات اللي تابعه وزارة الشباب الا من غير اللي مازال موجودوا كلهم حاليا اخوات واخوان خدامين باش يكونوا جاهزين في 15 جويه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا السيد الوزير. نشكرك على حسن المساهمه في هذه الجلسه ونمر الى القطاع الموالي المبرمج وهو قطاع النقل واللوجستيك بسؤال عن معالجه اشكاليه ضعف القدرة التنافسية لدى مقاولات النقل الطرقي للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل السيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس، السيد الوزير، السادة النواب النائبات المحترمين. نسائلك عن تدبير المواكبات المتخذة لمعالجة إشكاليات ضعف القدرة التنافسية لدى مقاولات النقل الطرقي أمام استمرار ارتفاع الأسعار للغازوال بشكل غير مسبوق. في ظل تفاقم الازمات المحروقات مخالفات في الجزيره الخضراء تقليص التاشيره وشكرا. شكرا سيدنا المحترم. تفضلوا سيد الوزير للرد على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، السيدات والساده النواب المحترمون، شكرا سيد النائب على طرح هذا السؤال. من اجل تجاوز الاكراهات التي تتعرفها مقاولات النقل الطرقي وبعد واحد الجولات من المشاورات مع المهنيين تم الاتفاق على تحديد الاولويات التي من شانها ان ترفع من تنافسيات المقاوله النقليه. وفي هذا الصدد قامت الوزاره باتخاذ واحد المجموعه من الاجراءات والتدابير منها تخصيص ديال 250 مليون ديال الدرهم لتجديد الحظيره، مواصله مجانيه التكوين للسائقين المهنيين بتكلفه 100 مليون ديال الدرهم، انطلاق استفاده المهنيين من الحمايه الاجتماعيه ونظام المعاشات، وايضا مواصله العمل على تبسيط ورقمنه المساطير الاداريه. من جهه اخرى تشتغل لجان تقنية مختلطة تتكون من مصالح الوزارة والمهنيين على تحديد إجراءات عملية أخرى وبرمجتها. على سبيل المثال بالنسبة للنقل الطرقي البضائع تتعمل الوزارة حاليا على تفعيل الأوراش الإصلاحية التالية: أولا صياغة تصور شامل لحل إشكالية
الحمولة، ثانيا تحديد شروط الولوج إلى المهنة، ثالثا التعريفة المرجعية لأثمنة النقل، رابعا دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل، وخامسا العمل على إصلاح بيان الشحن ورقمناته. أما فيما يخص زيادة في ثمن المحروقات فإن الدعم المخصص للمهنيين بلغ 1.4 مليار درهم من خلال 3 عمليات، واستفاد منه أكثر من 90% من المستهدفين، وتدرس الحكومة إمكانية الرفع من قيمة هذا الدعم. كما تنكبر الوزارة على دراسة الحلول المقترحة من طرف المهنيين فيما يخص الأنماط الأخرى، وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير. حقيقة بأن العمل اللي كتقوموا به رانتم مشكورين عليه والحكومة كذلك، ولكن سيد الوزير ما ننسوش بأن احنا الدول المجاورة اللي أمامنا هي الجزيرة الخضراء، الدولة الإسبانية راه عندهم استفادة مدولة علينا حنايا. اليوم الغازوال في إسبان كيعمل أورو فاصلة 80، هي 19 دراهم فاصلة 50، حنا في المغرب راه وصل 16 دراهم السيد الوزير. هاد الناس هادو كيدعموا الناس ديالهم بالطيبية 21%، وعندهم الغازوال المهني 38 سنت، هي كتجي تقريبا 4 دراهم. اذا هاد الناس هادو راه وصل لهم المازوت كيوصل 12 درهم 11 درهم، وحنا كيوصل 21 درهم زيد 500 اورو في كل رحله في الخزيرات. اذا هذا الشيء خطير جدا السيد الوزير. حنا اليوم كنقولوا بان المهنيين كيقولوا خصهم برنامج ثانوي مع المصدرين ومع الموردين. راه كاين مشكل، وانتم كتعرفوا بان برنامج انطلاقه راه العدد كبير ديال 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 ديال, ديال, ديال المهنيين اللي خداو الكاميوات في هذا البرنامج وهما واقفين. راه الا ما خدمش النقل الكبير راه الصغير ما عمره يخدم. راه النقل الكبير دابا راه 20 30% واقفه الشاحنات ديالو، علاش؟ ما كاينش الفيزات، التاشيرات ما كايناش. اذا كيفاش غيخدم النقل الكبير باش يخدم النقل الصغير؟ اذا راه عندنا مشكل. انتهى الوقت. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ السيد الوزير فما تبقى الوقت 9 ثواني. نمر سؤال عن الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة ببعض مطارات المملكة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الوطني للأحرار. سيد نائب محترم تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، مطارات بلادنا عرفت واحد التطور كبير خلال السنوات الماضية، ولكن الخدمات داخل أغلب المطارات باقي فيها بعض المشاكل والنواقص. على هذا الأساس نسألكم السيد الوزير، كيفاش ناويين تنهضوا بجودة الخدمات في مختلف مطارات المملكة؟ وشكرا. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير تفضلوا. المحترم سيدات والسادة النواب، شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال. في البداية بغيت نذكر أن بلادنا المغرب تتوفر على 25 مطار منها 19 مطار دولي. بغيت نخبركم ايضا ان المكتب الوطني للمطارات تتوفر على استراتيجيه للفتره ما بين 2021 و2025 تتهدف الى الرفع من الطاقه الاستيعابيه للمطارات من اجل ملائمتها مع تطور الرواج، وايضا تهدف الى تحسين جوده الخدمات المقدمه للمسافرين وملائمتها مع تطلعاتهم. فيما يخص جوده الخدمات تجدر الاشاره الى ان المكتب يعتمد جوج ديال البرامج من اجل التقييم ديالها. واحد البرنامج الاول سميتو جوده الخدمات المطاريه ولا اير بورت سيرفيس كواليتي تحت اشراف المجلس الدولي للمطارات، وتتم انجاز استطلاعات دوريه كل 3 اشهر لمعرفه اراء المسافرين وتقييم مستوى رضاهم عن الجوده. من جهه اخرى كاين برنامج سكاي تراكس، هو مرجعيه خاصه بالمنظمه الدوليه عفوا تتقيم جوده المطارات مقارنه مع مستوى جوده مرجعي. تيتم الافتحاص ديال هذه الجودة من طرف مفتحصين مختصين على الصعيد الدولي. تتحصل المطارات المغربية على نتائج مشرفة تنطمحوا التحسين ديالها. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق منهجية لين سي سيغما للتدبير من أجل تحقيق أهداف الجودة والإنتاجية والنجاعة بمطار محمد الخامس الدولي فيما يخص منظومة استقبال المسافرين الدوليين عند الوصول، ثم غادي يتم تعميمها على باقي المنظومات ثم توسيعها إلى المطارات الدولية الأخرى. شكرا والسلام. شكرا سيد نائب محترم. تعقيب تفضلوا. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. احنا عارفين أنكم كتبذلوا مجهودات كبيرة، ولكن بغينا نشوفوا هاد النتائج على ارض الواقع، حيت المطارات هي الوجه ديال بلادنا. ما بقاش مقبول اليوم سيد الوزير ان شي مسافر عبر احد مطارات المملكه
ملي كيوصل كيبقى كيتسنى يعني بساعات باش يخرج من المطار، اما بسبب طول مده الانتظار في اجراءات المراقبه، اولا بسبب طول مده تسلم الامتعه، اولا بعض المرات كيبقاو المسافر ولا شي اجنبي تال في المطار يعني في ظل ضعف خدمات الارشاد. كذلك السيد الوزير ما نساوش المضايقات والصعوبات اللي كيتلقاو المسافرين خارج المطار مع اللي كيبقاو خارج المطار مع وسائل النقل العمومي باش يتنقلوا للمدن ديالهم. وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه السيد الوزير يعني كيهم اليوم ملايين الناس، حيت غير بمناسبه عيد مرحبا غادي يتوقع عبور تقريبا 7 ملايين مسافر عبر مطارات البلاد. وهذا الشيء اللي خصو اليوم خصنا زياده في الموارد البشريه والاستثمار في الصيانه وفي الرقمنه كما قلتوا السيد الوزير. ومن جهه اخرى السيد الوزير بغينا احداث مطارات جديده باش ينقص الضغط على المطارات الاخرى، وبغينا نعرفوا السيد الوزير لنا بالمناسبه يعني فوقاش ناويين تفتحوا المطار ديال تازا اللي غيقدر يستافدوا منه واحد مجموعه ديال الاقاليم من اقليم ديال تازا الدريواش كرسيف وهاد الاقاليم اللي عندها واحد الجاليه كبيره في الخارج، وهاد المطار يعني اللي تخسرات عليه فلوس كثيره وباش يتبنى دون ان يستر. على الاقل اليوم السيد الوزير نستغلوا على الاقل مبدئيا غير الرحلات الداخليه وما يبقاش مسدود. وشكرا سيد الرئيس. وهذا المطار معروف بسيدي حمو مفتاح. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا السيد الوزير المحترم. في نفس السياق ديال مطار سيدي حمو مفتاح الموجود بالدائره الترابيه قلدام التابع لاقليم تازا، هذا المطار السيد الوزير ولا كيحظى بواحد الاولويه خاصه من مغاربه العالم المنحدرين من اقليم تازا. هاد المغاربه اللي داروا واحد الفيدراليه وكيترافعوا اليوم على هذا المطار باش يخرج الحيز الموجود. كما كتعرفوا السيد الوزير بان المغاربه المنحدرين من اقليم تازا عندهم واحد النسبه هي مهمه جدا، وكيدخلوا واحد الاموال في التحويلات ديالهم او العائدات ديالهم لاقليم تازا هي مهمه وتقدر بالملايير. هاد الجاليه هذه كطلب السيد الوزير بان هي مستعده باش دير استثمارات خاصه باقليم تازا وجلب استثمارات اخرى، ولكن كيشرطوا بانهم خص يتم فتح ديال هذا المطار هذا اللي لا شك انه غادي يدي التنميه الشامله في اقليم تازا. محترم، هل من تعقيب اضافي اخر؟ السيد الوزير تفضلوا. بسرعة الفتح ديال المطارات شيء، ولكن المشكل هو حقيقة التوفر ديال خطوط ملكية خطوط سمحوا لي دولية باش توصل لهذ المطارات، ويعني الوزارة مستعدة تواكب أي شركة ديال الخطوط اللي عندها رغبة باش تحط الطائرات ديالها في هذا المطار. شكرا. شكرا. نمر إلى السؤال الموالي عن تأهيل وتطوير النقل بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل سيد نائب المحترم. شكرا للجميع. بالدور ديالي أسأل الله تعالى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السيد الوزير، الساكنة ديال العالم القروي لا زالت تعاني من صعوبات وإكراهات فيما يخص التنقل في غياب إجراءات كفيلة بتطوير وتأهيل وتجويد خدمات هذا القطاع حتى يساهم بشكل إيجابي في فك العزلة وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن برنامج عمل وزارتكم للنهوض بهذا الأخير في العالم القروي. وشكرا. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. سيدات والسادة النواب، شكرا السيد النائب على هذا السؤال. كيف تتعرفوا النهوض بالعالم القروي ادماجه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه من اولويات هذه الحكومه، ويعتبر النقل وسيله ضروريه لفك العزله عن الساكنه القرويه وايضا المساهمه في تنميه المناطق القرويه. من اجل تحقيق هذه الاهداف الوزاره ديال النقل اعتمدت نمط النقل المزدوج، وتتعمل اللجنه الوطنيه للنقل على اعطاء الاولويه لمعالجه طلبات الرخص الخاصه بهذا النقل بعد موافقه اللجان الاقليميه. وتستفيد هذا النمط ايضا من برنامج تجديد وتكسير المركبات كما يستفيد من برنامج التكوين المجاني المقدما من طرف الوزاره. ومن اجل استجابه افضل لحاجيات العالم القروي فيما يخص النقل، يجب تفعيل المضامين الجهويه المتقدمه الخاصه بالنقل، وتعمل الوزاره مع مختلف القطاعات الوزاريه المعنيه على تحديث الاليات والتدابير الكفيله بذلك. وشكرا. شكرا. سيد نائب محترم تعقيب. شكرا السيد الوزير على ما جاء في معرض جوابكم بخصوص برنامج الوزاره، برنامج عمل الوزاره للنهوض لاصلاح وتطوير هذا القطاع. وكما تعلمون السيد الوزير ان الساكنه ديال العالم القروي لا يرقى
قطاع النقل الى مستوطنات اللواتيه، حيث تجد صعوبات في التنقل لقضاء اغراضها. وكما تعلمون السيد الوزير ان العالم القروي راه فيه جوج ديال الاصناف ديال النقل، فيه النقل المزدوج والنقل السري. حنا ما عندناش الكيران، ما عندناش التي جي في، ما عندناش. وهذا النقل المزدوج اللي تحدثوا عليه السيد الوزير راه اليوم راه ما بقى حتى شي واحد بغاه، ما بقاوش الناس باغيين يخدموا به. نظرا للتكاليف يجب السيد الوزير اعاده نظر في دفتر التحملات ديال كناش تحملات ديال هذا النقل المزدوج، وكذلك المساهمه في تعبيد وتوسيع الشبكه الطرقيه بالعالم القروي. وكما قلت لكم ان النقل السري حتى هو راه كيلعب واحد الدور حيوي هام في انعاش الحياه الاجتماعيه بالعالم القروي. السيد الوزير يجب وضع اطار قانون، واحد الاطار باش يتهيكل هذا القطاع. شكرا هذا. شكرا سيد النائب المحترم، توقيت. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، قلتم في برنامج عندكم برنامج حكومي للنهوض بالنقل في العالم القروي، واقع الحال يقول شيء اخر. سيد الوزير، اليوم النقل في العالم القروي راه لا يرقى تطلعات الساكنه ولا يضمن كرامه المواطن والمواطن المغربي في العالم القروي. لا يعقل الخطاف او ما يسمى بالعتق هو اللي كيوفر خدمه النقل. حنا كنعرفوا النقل هو احد ميكانيزمات كيحقق التنميه لاي منطقه. اذا اين الوزاره؟ اليوم خصكم ديروا واحد اتفاقيه مع وزاره تجهيز باش تجهزوا الطرقات. وحنا اي واحد اليوم حنا عندنا الجاليه ديالنا في على برا ملي كيجيو القرى كيقول لك واش ما كتبدلش هاد البلاد هادي. اليوم السيد الوزير، المراه كتبغي كتدوز مي هي حامله، شكون غيديها لما مشات الى ما كاين نقل؟ ملي كتبغي تولد حنا كنشوفوا فيديوهات راه مؤثره ويدمي لها القلب، لانه ما يمكنش يبقى العالم القروي مهمش كيعاني من الاقصاء والتهميش. وحنا فضيل الدوله الاجتماعيه، النقل حق من الحقوق ديال الدستور. يا نغي زرفان اللي استهمانين اعتدرت وفقان، واللي بقى دائما الطغامة مدن مازيرت اتسودون البهايم، غصها مدن ما تسودون اتسودون البهايم غير السوق. اليوم الناس ساكنة العالم القروي يمتطون البهائم. شكرا لكم. شكرا لكم. تعقيب اضافي اخر. سي الوزير. باش نشكر السيد النائب والسيده النائبه. انا كنت قلت بانه النقل المزدوج فعلا ما تيستاجبش التطلعات ديال العالم القروي، ولكن الحل ما تيكمنش في حل مركزي داخل الوزاره في الرباط، تيكمن في تفعيل ديال المسؤوليات اللي معطيه للجهه في قانون الجهويه، اللي هي يمكن لها توصل هذا النقل القروي للمستوى اللي تنرغبوا له. شكرا. شكرا لكم. سؤال موالي عن ارتفاع تذاكر العبور عبر الرحلات البحرية من وإلى المغرب للسيدات والسادة النواب المحترمين على الفريق الحركي. تفضلوا سيدنا المحترم. السيد رئيس، السيد الوزير، عن غلاء تذاكر البواخر بين الضفتين، ماذا قمتم لعتق مغاربة العالم؟ شكرا. شكرا سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب على طرح هذا السؤال. في البدايه بغيت نشير ان وزاره النقل واللوجستيك تولي اهتمام بالغ لعمليات العبور، وتتسهر على توفير عرض مهم ومتنوع للنقل البحري على الخطوط لا القصيره والمتوسطه والطويله بين الموانئ المغربيه ونظيرتها في اوروبا. وتجر الاشاره الى ان النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب واوروبا قطاع تخضع لاتفاقيات دوليه وتؤمنه سفن مغربيه واوروبيه، كما تخضع اثمناته لمبدا العرض والطلب. من اجل الاستجابه للطلب على الخطوط البحريه الذي يعرف ارتفاعا هاما خلال ايام عوده الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، قامت الوزاره هذه السنه بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنيه بتعبئه عدد كاف من السفن بسعة إجمالية أسبوعية تتوصل إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القاصرة. كما أود أن أشير إلى أن الوزارة اعتمدت دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، ولا سيما ما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين. وتتابع الوزارة عن كثب جودة وسلامة وأثمنة خدمات النقل البحرية خلال هذه الفترة.
فيما يخص أثمنة التذاكر عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى العالمي، كما أننا نعمل مع السلطات المينائية على دراسة التدابير الممكن اتخاذها والتي من أجل تحسين منظومة العبور البحري والوصول إلى حلول أنجع في المستقبل. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير على جوابكم، ولكن في الحقيقة لا يقنعني، لأن غنمشيو بالمنطقة السيد الوزير، ما بين طنجة وطريفة كاينة 30 كيلومتر، التذكرة كدير 550 أورو، المسافة يعني الثمن اللي كان ديال الغازوال قبل كان ما بين 8-9 درهم، اليوم ارتفع 14-15 درهم، يعني ارتفاع اللي كاين هو 68%. من المفروض لما كنا كنخلصوا تذكرة ب 1700 درهم، اليوم على أكبر يعني على أكثر تحديد خصنا ما تفوتناش 2850 درهم. وما نمشيوش بعيدة السيد الوزير، غنعطيك واحد المثال بجوار ما بين سبتة المحتلة والجزيرة الخضراء، اليوم هي التذكرة إلا بغيتي تدخل الانترنت 200 أورو ألي روتور. هاد الناس هادو السيد الوزير كيحتارمو، لأن ارتفاع ديال المحروقات ربما كياخدوها بالنسبة اللي كيزيدوها في التذكرة. هذا ما عرفش المشكل اين هو، واش في الحكومة المغربية، واش في القطاع ديالكم أنكم ما عرفتو شيء، يعني تحاوروا مع هاد الشركاء. ربما كنلقاو الشركات الإسبانيولية هي شركة إسبانيولية في كاين إشكالية، هو الحوار من الحكومة ومن القطاع ديالكم السيد الوزير. هاد الشركات ديال اللي كيشرفوا على هاد النقل ما بين يعني سيد نائب محترم، هل من تعقيب إضافي؟ سيد نائب محترم عن فريق أصالة والمعاصرة، تفضلوا. سيد الوزير، بالفعل راه هذه الرحله البحريه اللي تكلم عليها السيد النائب ديال طنجه المدينه الطريفه راه ولات اغلى رحله في العالم، راه ما كاينش شي رحله بحريه عندها الثمن هذا، وحنا في البدايه ديال عمليه مرحبا. لذا السيد الوزير ضروري خصكم تشوفوا شي حل، لان هذا الشيء هذا غير منطقي. شكرا سيد النائب المحترم، هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. حكومة الكفاءات واسعة الطموحات تنهزم وتنكسر في أول أزمة أمام المحروقات، الدليل لا بديل اللهم التبرير والتعليل العالي. حنا كنجيو لهنا سيد الوزير وحنا كيظلنا كنجيبوا دموع المغاربة غادي تمسحوهم، ساعة جاب لي الله غنبقاو نجيبوا كلينيكس نمسحوا دموع الحكومة. صحيح ما عندكمش العصا السحرية، ولكن عندكم سحر العصا راكم نازلين به على المغاربه، ما عندك الله غالب ايضا صحيح، ولكن اليوم المغربي هو اللي مغلوب، ماشي غير اللي محلي. ها هي الجليده بغات تخرج، هانتوما غادي يمكن تستقبلوها من الطريفه بطريفه لا تخلو من طريفه الا ما كانش يعني فيها تطرف. السيد الحاج الحموش عطى نموذج صارخ لواحد المقارنه ما بين التذكير اللي كاينه ما بين سبته وطريفه، اللي هي ضعف المسافه اللي كاينه ما بين طنجه وطريفه، ب 30% زادوا، حنا 250% عباد الله. وشويه ديال عفا عباد الله، شويه ديال الكبده على المغاربه راه ما غتخليو فيهم كبده على هذه البلاد هذه. واللهم شهدني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم فشهد. شكرا سيد نائب محترم، هل من تعقيب اضافي اخر؟ هل من تعقيب اضافي اخر؟ سيد الوزير تفضلوا لرد على التعقيبات. بسرعه شكرا. التذاكر ما بين طنجه وطريفات زادت ما بين 40 و50%، والارقام واضحه. السبته الخوزيرات نقل داخلي لإسبانيا وهم يعني تدعموه، فماشي هو الثمن المرجعي ونقل داخلي، دوك المقارنة غير ممكنة. أما زيادات ديال المحروقات وما وقع من زيادات أخرى تبرر المستوى ديال الثمن، ما تجعلناش ما تنتكلموش مع الشركات ديال الملاحة البحرية، رحنا تنتكلموا معهم باش نشوفوا كيف يمكن لهم يخفضوا نسبيا الأثمنة، ولكن مع الأسف الثمن اللي كاين اليوم فهو مقارنة مع 2019 تيتفسر بما ازداد في المحروقات. شكرا.
شكرا السيد الوزير. سؤال موالي عن تأهيل قطاع اللوجستيك للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد نائب محترم. السيد الوزير، التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على إعادة هيكلة قطاع اللوجستيك وتحديثه حتى يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. فهل لدى الحكومة برنامج محدد للأهداف لتأهيل هذا القطاع الحيوي؟ شكرا. السيد الوزير تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب على طرح هذا السؤال. كيف تتعلموا المغرب بلادنا عنده استراتيجية وطنية طموحة للتنافسية اللوجستيكية، وهذه الاستراتيجية قامت في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتتهدف هذه الاستراتيجية للتذكير إلى تقليص نسبة التكاليف اللوجستيكية، تنبني على 5 محاور. المحور الأول هو إقامة شبكة مندمجة للمناطق اللوجستيكية، ثانيا ترشيد وتكتيف أروجة البضائع، المحور الثالث بروز فاعلين رائدين، الرابع تطوير الكفاءة اللازمة، والخامس تحسين حكمة القطاع. وتماشيا مع هذه الاستراتيجية تم تطوير عروض متنوعة من المحطات في كل من طنجة المتوسط وطنجة المدينة والدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، وتم كذلك تطوير عروض للتكوين بالإضافة إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمرصد الوطني للتنافسية اللوجستيكية. كما عملت الحكومة والمجالس الجهوية على إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود التنمية الجهوية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 هكتار. وستعمل هذه الوزارة على تسريع وتيرة إنجاز هذه المناطق اللوجستيكية، إضافة إلى ملائمة الاستراتيجية الوطنية مع المستجدات التي تعرفها سلاسل التموين والإمداد، ولا سيما فيما يخص مجال الرقمنة. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الوزير، لابد من الرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تعزيز الالتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المنتجين والموزعين، وتقوية دور الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وكذلك تطوير مناطق مخصصة للأنشطة المرتبطة باللوجستيك ذات جودة عالية على غرار المشروع الرائد الذي تم تشينه مؤخرا بميناء طنجة المتوسط. شكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي. إذا نشكر السيد الوزير على حسن المساهمة ديالو في هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع الأسئلة المدرجة في جدول أعمالنا، ونمر إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلسنا المؤخر. هناك 4 طلبات لها. وحدة الموضوع: الأمر يتعلق بارتفاع أسعار الكتب المدرسية. أعطي الكلمة للمتحدث الأول على الفريق الاشتراكي. فريق الاشتراكي، تفضل سيدنا المحترم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، منذ شهور مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في استمرار متواصل عبر الزحف المزعج والغير المبرر على جيوب المواطنين من خلال ارتفاع اليومي للأسعار المواد الأساسية دون أي مبادرة شجاعة من حكوماتكم لوقف هذا الغول، وما يعاني ذلك من حرمان الفئات العريضة من المغاربة من حقها في اقتناء المواد الأساسية والضرورية، آخرها تلويح بزيادة في الأسعار الكتب الدراسية، وما ذلك إلا استمرار في الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للفئة الفقيرة خاصة بالعالم القروي، وأحزمة البؤس وزيادة المستوى فقرهم وحرمانهم، إذ في هذا الحرمان مئات الأطفال لهذه الأسر من حقهم في التعليم، وبالتالي ارتفاع نسبة الهد المدرسي بسبب الفقر والحاجة. السيد الوزير المحترم، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها، وذلك بابتكار حلول واتخاذ مبادرة لحماية المغاربة، هذه الزيادة دون أي وزع إخلاقي واجتماعي، وذلك صونا لحياة الكريمة لكفات المغاربة. وكما جاء على لسان زميلي في المعارضة، بغيت غير نفهم، هذه الحكومة السيد الوزير المحترم دائما
لا نهضروا معنا نهضر على الازمات العالميه. ما هو دور الحكومه الى ما كانت هي الحكومه اللي تقدر كيفاش تبدع في الازمات العالميه والوطنيه والمحليه؟ السيد الوزير المحترم شكرا، راه في داركم الى ما كنتش الا قدرت. سيد النائب المحترم انتهى التوقيت، سال الوقت. سيد النائب امر الى المتحدث الثاني عن فريق التقدم والاشتراكيه. فريق تقدم الاشتراكيه، تفضلوا السيده النائبه المحترمه. شكرا سيد الرئيس، سيده الساده الوزراء، سيدات والساده النواب المحترمون. نتناول الكلمه اليوم من اجل تسليط الضوء على موضوع مهم واساسي يهم الملايين من المغاربه، ويتعلق الامر بعزم الناشرين اقرار زيادات في اسعار الكتب المدرسيه، وياتي كذلك الحديث بشان الرفع من اسعار الادوات المدرسيه وخاصه الدفاتر، بدعوى ارتفاع تكلفه الورق وكلفة الطبع في السوق الدولية. سيد الوزير، إن هذه الزيادات من شأنها أن تثقل في كاهل الملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الأساسية، وبسبب انعكاسات الجائحة على الدخل والشغل، وبسبب موسم الجفاف، وبفعل امتناع الحكومة عن التدخل للتخفيف من وطأة الارتفاع الفاحش لأثمنة المحروقات. كما أن هذه الزيادات إذا لم تتدخل الحكومة من منعها وسمحت بحصولها فعلا، من شأنها أن تفاقم من النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة، وهو ما سيساهم في تقويض كل المجهودات التي تقومون بها لأجل الحد من الانقطاع عن الدراسة. وعلى هذا الأساس نطالب منكم السيد الوزير ألا تعتبروا هذا الأمر سهلا، وأن تستحضروا حجم الغضب ومدى الاحتقان الذي يمكن أن يسببه، علما أن القطاع حافل أصلا بالمطالب والمشاكل، وهو ليس بحاجة إلى أسباب توتر أخرى. ولذلك نرجو منكم السيد الوزير أن تستعملوا كل الوسائل التي تتيح للحكومة التدخل بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصا على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل. وشكرا. شكرا. الكلمة للمتحدث الثالث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، في البداية نبغي نتمنى الحد الموفق للأبناء ديالنا اللي كيجتازوا اليوم بامتحانات البكالوريا، وكذلك نبغي نشكر الأطر التربوية والأساتذة الصاهرة على هذه الامتحانات. أبينا إلا أن نثير معكم هذا الموضوع اليوم، موضوع الارتفاع الذي قد تعرف أسعار الكتب هذه السنة، وهي الزيادة الناتجة كما تعلمون ويعلم الجميع ناتجة عن ارتفاع أسعار النقل والمواد الأولية وطنيا ودوليا. وبقدر ما يتفهم المغاربة أسباب هذه الزيادات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية في مختلف المجالات، وبقدر ما خلقت هذه الزيادة قلقا وتوترا لدى المواطن بشكل عام. نحن ندرك جيدا حجم وثقل المسؤولية الملقاة على الحكومة، وأن الحلول ليست سهلة، ولكن هذا قدرنا أغلبية وحكومة. نلاحظ السيد الوزير في إشكالية ارتفاع أثمنة الكتب أن هناك حضور كبير للمقاربة الربحية عن بعض الناشرين. وهنا نفتح قوس السيد الوزير، الناس الناشرين خاصكم تجلسوا معاهم وديروا معاهم واحد المقاربة، وديروا معاهم يتعلموا شوية، ماشي دائما كيربح، لكن خاص تعلموا واحد شي التضامن، لأن اليوم المواطن ما بقاش قادر يزيد أكثر. ألا ترون سيد الوزير أن الخزانات المدرسية يجب أن تعود لتلعب دورها التربوي في دعم التلاميذ والأسر المعوزة كما كانت سابقا، وذلك عبر شراء الكتب وكرائها للتلاميذ؟ ألا ترون سيد الوزير أننا نعيش في العالم الرقمي، فعدد من الكتب يمكن تحميلها دون أن نرهق الأسر ونعفيها من شرائها؟ نحن على يقين أنكم ستبدعون في إيجاد حلول والبحث عن المخارج. نحن معكم وبجانبكم للبحث عن الحلول الجذرية لهذا المشكل، وفقكم الله. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم. أعطي الكلمة للمتحدث الرابع عن فريق الأصالة والمعاصرة، سيد نائب محترم تفضلوا. مشكورين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، دعوة تناول الكلمة في إطار المادة 152 من القانون الداخلي بخصوص موضوع الزيادة في الكتب والمناهج الدراسية.
تنعرفوا بانه السيد الوزير هو من اشرف على اعداد النموذج التنموي الجديد في البلاد، وانه كان حاضر لجميع النقاشات، وكان الاجماع بانه لا نموذج تنموي جديد الا بالرفع من قيمه التعليم. فبعد ذلك تولى حقيبه التعليم واخذ قرارات اللي كانت قرارات قويه وكانت قاسيه، وكانت الغايه منها هو الارتقاء بالفرد والمجتمع من خلال المنظومة التعليمية. حرب الهدر محاربة الهدر المدرسي. ولكن للأسف أمام الزيادة في ثمن الكتب والمناهج الدراسية، ما يمكنش في الوضعية الحالية اللي منهكة فيها الأسر التعليمية بالزيادات المفروضة خلال الأزمة العالمية اللي كاينة، أنه يترتب على ذلك أن الأسر لن تكون لها الإمكانية في مواكبة أبنائها من أجل التعلم اللي غادي يعطينا سيستيماتيكمون الهدر المدرسي. في الوقت اللي كنشوفوا بأنه الدعم ديال المقاصة مشى لأتاي والسكر والزيت، كنظن بأنه أهم حاجة هو التعليم، ولا تقدم لأي أمة إلا بالتعليم ماشي بالماكلة. الماكلة صحيح من أساسيات وضروريات الحياة، ولكن راه ما ممكنش تقدم بلادنا بلا تعليم. إذا خصنا نختار واش من طريق السيد الوزير، واش بغينا الارتقاء بالفعل بالفرد والمجتمع، واش بغينا نجاح ديال النموذج التنموي الجديد اللي تقدم أمام صاحب الجلالة، ولا بغينا نمشيو في إعادة إنتاج ما كانت تقوم به السياسات العمومية السابقة. وهنا أنه التبصر ديال الوزارة هو أنه تكون لها موقع في المداخلة ديالكم. أعطي الكلمة السيد الوزير للرد على جميع المتحدثين. تفضل سيد الوزير. محترم السيدات والسادة النواب محترمون، يسعدني أن أبسط أمام مجلسكم المقر نيابة عن السيدة الوزيرة الاقتصاد والمالية المعطيات التالية. فتفاعلا مع هذا الموضوع، أود أن أحيط مجلسكم المقر علما بأن الحكومة بالفعل توصلت بملتمس من الجمعية المغربية للناشرين تطلب من خلاله مراجعة أسعار الكتب المدرسية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولا سيما ورق الطباعة. وبعد أن أخذت الحكومة علما بهذا الموضوع، بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البينوزارية لتتبع ومراقبة الأسعار، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة الملتمس واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار مقاربة تشاركية تستحضر ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية. ولا بد من التذكير بأن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70% ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4.5 مليون من التلاميذ. ولحد الآن لم يتخذ أي قرار، مع العلم أن الاقتراح المقدم لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق ب 186 كتاب مدرسي من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية. السيد رئيس محترم، السيدات والسادة نواب محترمون، إن الموضوع ما يزال قيد الدراسة من طرف لجنة الأسعار المشتركة ما بين الوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومستحضرين طبعا القدرة الشرائية للأسر المغربية. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير، نشكر الجميع على حسن الإصغاء، نشكر السيد الوزير اللي واكبنا في هذه الجلسة بكاملها. نمر إلى الجلسة التشريعية الخاصة.